إجهاض محاولة تفجير أتوبيس بالشرقية، ومقتل سائق حاول اقتحام كمين للجيش، وتصفية 5 إرهابيين وإصابة 10، والقبض على 4 بالشيخ زويد. السيسي يكرم علماء مصر غدا في عيد العلم، ويضع حجر أساس المركز اللوجستي لتخزين الحبوب والغلال يوم الاثنين القادم في دمياط. مساء الخير، برحب بحضراتكم في حلقة جديدة من الحياة اليوم. فقرتنا الإخبارية النهاردة كالعادة متنوعة، هنستعرض فيها أهم الأخبار والأحداث اللي حصلت النهاردة واللي هتحصل بكرة إن شاء الله. بعدها يكون عندنا فقرتين مهمين، الأولى هنتكلم فيها عن قضية فكرية بتثير جدل كبير في الوقت الراهن، قضية بتتعلق ببيان صدر عن الأزهر الشريف بينفي فيه تكفير تنظيم داعش. البيان ترك علامات استفهام وترك أسئلة عديدة عن توقيته، عن مغزاه، ليه الأزهر بيرفض تكفير تنظيم أصبح عنوانا للإرهاب في الشهور القليلة الماضية، تنظيم ارتبط بقطع الرؤوس وسبي النساء وتهجير الأقليات الدينية من مدنها وقراها سواء كان في سوريا ولا في العراق. الفقرة الثانية عن الأمراض المعدية، ليه انتشرت الحصبة في واحد سيوة، وهل جهود وزارة الصحة تستطيع منع انتقال الحصبة إلى مناطق أخرى؟ ده اللي هنناقشه في فقرة رئيسية أخرى في سياق حلقة النهاردة من الحياة اليوم. لكن خلونا نبتدي بأخبارنا. بكرة إن شاء الله عيد العلم، الرئيس عبد الفتاح السيسي هيكرم الفائزين بجوائز الدولة في العلوم والتكنولوجيا المتقدمة لعام 2012 و2013 اللي أعلنت وزارة البحث العلمي في يونيو الماضي عن أسماء الفائزين بهذه الجوائز، إلا أن التكريم اتأجل لحين تحديد موعد إقامة احتفالية عيد العلم لعام 2014. من المتوقع أن يحضر الاحتفالية اللي هتعقد في قاعة المؤتمرات في مدينة نصر عدد كبير من الشخصيات والعلماء البارزين، من بينهم الدكتور أحمد زويل الحاصل على جائزة نوبل في العلوم، وعدد من أعضاء المجلسين الاستشاري للعلوم والتخصصي للتعليم التابعين لرئاسة الجمهورية. خبر آخر يتعلق أيضا بنشاطات رئيس الجمهورية، وزارة التموين قالت أن الرئيس عبد الفتاح السيسي هيقوم إن شاء الله يوم الاثنين اللي جاي بتفقد ميناء دمياط ووضع حجر الأساس لبدء تنفيذ مشروع المركز اللوجستي العالمي لتخزين الحبوب والغلال والسلع التموينية بقدرات تخزينية وحجم تداول بيصل إلى نحو 65 مليون طن سنويا بتكلفة تبلغ 15 مليار جنيه ويستغرق إنشاؤه سنتين. الدكتور خالد حنفي وزير التموين قال إن المركز سيتم طرحه ضمن مشروعات المؤتمر الاقتصادي اللي سيعقد إن شاء الله منتصف مارس المقبل. خبر آخر هذه المرة بخصوص التعليم وامتحانات نص السنة، محافظة الجيزة حددت يوم 31 ديسمبر الحالي موعدا لبدء امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي، تشمل الشهادات العامة والنقل، على أن تنتهي الامتحانات يوم الخميس 22 يناير 2015. رئيسة مصلحة الضرائب العقارية الأستاذة سامية حسين قالت إن جميع المأموريات العقارية ملتزمة بتعليمات وزير المالية بشأن تيسير إجراءات الإعفاء الخاص بالوحدات السكنية المستغلة كسكن خاص للأسرة، طالما إن قيمة هذه الوحدة أو كل وحدة أقل من 2 مليون جنيه. كمان التيسير على أصحاب الوحدات السكنية المقامة
في منزل واحد وبيمتلكها الممول لأبنائه البالغين سواء كانوا متزوجين أو غير متزوجين، بحيث يتم الاكتفاء بإقرار من المالك الأصلي بأن هذه الوحدات مخصصة للسكن الخاص لأبنائه البالغين من دون حاجة إلى إثبات تنازله عن الملكية ليهم. هيتم الاكتفاء فقط بتقديم بطاقة الرقم القومي له ولأبنائه بدون ما يطالب بعقود مسجلة أو عرفية. معنا على التليفون الدكتورة سامية حسين رئيس ضرائب العقارية. دكتورة سامية مساء الخير. مساء النور يا فندم. أهلا بحضرتك. لو تقولي لنا بقى إيه هي التيسيرات اللي احنا تكلمنا عنها، لو تشرحها لنا كده بالتفصيل. أولا زي ما حضرتك تفضلت دلوقتي وقلت إن إعفاء الوحدة اللي أقل من 2 مليون جنيه دي ما فيهاش مشكلة، الممول مجرد إن جاله الإخطار ما يزعجش إنه يجيله الإخطار إن هو فيه ضريبة، بيروح للمأمورية التابع ليها وبيقول أنا ما عنديش إلا الوحدة دي أو عندي وحدات تانية. إذا كان عنده وحدة واحدة وأقل من 2 مليون جنيه بياخد الإعفاء فورا. طب لو سمحتي لي يا دكتورة، مين اللي بيحدد قيمة الوحدة؟ اللي بيحدد قيمة الوحدة لجنة مشكلة من 3 أفراد نص عليها القانون، واحد منها من الضرائب العقارية والاثنين واحد نيابة عن المحافظة اللي فيها العقار والثالث نيابة عن دافعي الضرائب، عن دافعي الضرائب من المكلفين بأداء الضريبة. يعني في 2 عنصر، واحد بس اللي هو من عنصر مصلحة الضرائب العقارية. زيادة في الحيادية ان الثلاثة دول لو انت حضرتك ما عجبكش التقدير ممكن تتظلم وتقدم التظلم بتاعك، وفي حالة تقديمك للتظلم والقيمة الإيجارية طلعت أقل وفقا للتقديرات اللي جت أقل من اللي احنا مقدرينها بتسترد ال 50 جنيه الطعام. طيب احب اتكلم على التيسيرات. ايوه. بناء على تعليمات السيد الوزير احنا كان المواطن لما بيتقدم وبياخد الإعفاء كنا بنقول له طيب انت هتعمل الاقرار بتاعك وعدي علينا بعد يومين لحد ما نعمل له قرارات الرفع او القرار الخاص برفع الضريبه اللي جت عليه وهو معفي، بناخد منه البيانات الخاصه بالوحده بتاعته وبنديله نقول له انت معفي بناء على الاقرار اللي بيقدمه. اذا كان هو عنده عقار في اكتر من وحده اولاده البالغين ساكنين فيه سواء كانوا متزوجين او غير متزوجين، بيقول انا كل واحد من اولادي الشقه دي بتاعته او خصصتها لي بدون تنازلات زي ما بيشاع في بعض الجرايد او من يعني مجرد ما هو يقول ان الشقه دي لابني او بنتي ده خلاص ويقدم صوره بطاقته وبيحط الرقم القومي بتاعه. في حاله ما اذا كان العقار الموضوع خاص بالإعفاء هو مش العقار اللي موجود في البطاقة بس بيجيب ما يفيد ان العقار بتاعه باسمه من وصلة مية ايصال مية او ايصال نور عشان نتأكد ان هو صاحب العقار او نتأكد ان هو صاحب الوحدة اللي هو بيقدم عليها الإعفاء مش حد تاني، ودي زيادة مننا في حرصنا على ممتلكات الناس. ده بالنسبه للاعفاءات اللي بتقدم للمواطنين والتيسيرات. كمان في نوع من انواع التيسيرات الاخرى، ان انا النهارده كانت الاول لما واحد بيجي له اخطار او عليه ضريبه وفقا للقوانين القديمه وهو معترض على وحده جدت عليها ضريبه ومعترض، كانت المأموريات بتطلب منه جزء من الضريبه نظير ان هو يقدم التظلم. تعليمات السيد الوزير وتعليماتي للمأموريات بان احنا بنقبل التظلم المواطن دون ان نلزمه بدفع جزء من الضريبه. يعني اي مواطن تظلم من القيمه الايجاريه او اي مواطن عايز يقدم طلب الاعفاء في عمليه يسيره وبسيطه جدا جدا. طيب اذا كان حد عنده اكتر من عقار اكتر من وحده سكنيه وعايز مثلا يعني يكلف او عايز يخصص اكتر من وحده لابن واحد او ابنه او غيره، هل ده ممكن؟ طبعا هو لو صاحب العقار عنده 4 وحدات مثلا قاعد في وحده وعنده 3 اولاد وقال انا خصصت الوحده الاولى لابني والوحده الثانيه لابني الثاني والوحده الثالثه لابني الثالث
مجرد ان يكون اولاده دول مش قصر مش مشكله كمان يكون متزوج تقصصها ليه من غير اي تنازلات ومن غير اي صحه توقيع من غير اي اجراء في الشهر العقاري هو مجرد اقراره فقط. نعم بشكرك شكرا جزيلا للدكتورة سامية حسين رئيس الضرائب العقارية. وأروح لموضوع الامتحانات نص السنة مرة أخرى ومحافظة الجيزة اللي حددت يوم 31 ديسمبر الحالي موعدا لبدء امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي. معايا سيادة المحافظ الدكتور علي عبد الرحمن محافظ الجيزة. مساء الخير يا فندم. مساء النور سيادة المحافظ. لو تقول لنا المواعيد بالظبط هتبقى ازاي مواعيد الامتحانات؟ هو الجدول بيبدا زي ما سيادتك ذكرت من يوم 31 يناير ديسمبر. 31 ديسمبر وبيمتد في يناير حتى يوم 22 اخر امتحان. في امتحانات بتنتهي قبل هذا التاريخ لكن في مراعاه للاعياد الدينيه في هذه الفتره زي عيد الميلاد المجيد، عيد الغطاس، مولد النبوي الشريف. انا ارجو ان كل تلميذ يراجع مع الإدارة التعليميه ومع مدرسته مواعيد الامتحانات الخاصه بفرقته لان اي لبس في مواعيد الامتحانات بتبقى له عقبات او مشاكل كبيره. ففي الحقيقه انا حريص على ان انا اقول الفتره اللي فيها الامتحانات لكن احب ان انوه عن ان الادارات التعليميه في الجيزه بتسمح هذا العام بصفه خاصه بيوم راحه بين الامتحانات بتاع التلاميذ او الطلاب في الفصل الدراسي الاولى ثانوي وثانيه ثانوي باعتبار ان المواد اللي بيمتحنوا فيهم فيها دي مواد فيها ماده علميه كبيره بتحتاج الى مراجعه تزيد عن باقي يوم واحد من بعد امتحان سابق فبيسمح بان يبقى في يوم فرق بين نهايه امتحان وامتحان تالي. طيب اللي بيسمح بوجود يوم فرق دي المنطقة التعليمية المدرسة مين بالظبط؟ ايه الجهة بالظبط؟ ده عموم الادارات التعليمية في الجيزة. تمام هذا يسري على كل مدارس الجيزة. طيب ارجع برضو للنقطة اللي حضرتك اشرت اليها مسألة توقف الامتحانات اثناء الاعياد. دلوقتي هتتوقف الامتحانات يوم 3 يناير عشان الاحتفال بالمولد النبوي الشريف مظبوط؟ ويوم 6 و7 بمناسبة عيد الميلاد المجيد. ايوه ويوم 8 يناير عيد الغطاس. صحيح تمام تمام فدي كلها ايام اجازات تسري على الجميع. عفوا يوم 8 يناير اعياد الميلاد ولا 19 يناير اللي هو الغطاس؟ لا 19 يناير الغطاس لكن 6 و7 فيهم اعياد لاعياد بمناسبه عيد الميلاد. عيد الميلاد انما 8 في امتحانات شغاله الامتحانات. ده صحيح تمام تمام. ويعني انا برضو حريص جدا على ان دايما يبقى كل طالب يراجع وكل ولي امر يراجع جدول الامتحانات مع المدرسه. تمام هذه الجداول لكل مدرسه اصبحت معلنه في الادارات التعليميه وفي المدارس. اشكرك الدكتور علي عبد الرحمن محافظ الجيزه. من اسبوع تقريبا الرئيس عبد الفتاح السيسي كلف وزير الصحه انه يروح لواحد سيوه لمتابعة موضوع انتشار الحصبة بين أطفال الواحة. وقتها احنا أجرينا عدة اتصالات مع وزير الصحة مع مسؤولين في الوزارة على مدار يومين متتاليين علشان نتابع الحالة في الواحة وكمان قمنا بتصوير تقارير عن التطورات في محافظة مطروح بشكل عام. دلوقتي مر أسبوع يمكن الصور اللي حضراتكم شايفين دلوقتي اثناء التطعيمات اللي بتعطى للاطفال. بعد اسبوع ايه اللي حصل على ارض الواقع؟ معانا على التليفون الدكتور محمد ابو سليمان وكيل وزاره الصحه في مطروح. دكتور محمد مساء الخير. مساء الخير استاذ عمرو. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك يا فندم. دلوقتي على مدار الاسبوع الماضي ماذا تم وما هي الحاله الان؟ والله الحمد لله احنا خلصنا الحملة في أربع مراكز سيوة والسلوم وبراني والطبعة.
كان المستهدف 33,000، خلصنا 32,000، في 1,000 من المستهدف دولت متطعمين في فترة أقل من شهر بتوع من الام ام ار، فدول بيعتبروا كانوا من ضمن المستهدف، فاحنا خلصنا كده الأربع مراكز. بالنسبة لعدد الحالات الحمد لله دلوقتي عدد الحالات تقلص جدا في المستشفيات، 33 حالة وحالتهم جميعا مستقرة الحمد لله. برضو الوفيات اللي حصلت ولفتت نظرنا واتجاهنا وكلنا توجهنا للواحة والسلوم، الحمد لله ما فيش زيادة في الوفيات. احنا بكره برضه اللي هي الاحصائيه الاخيره للوفيات كام يا دكتور محمد؟ اللي هم خمسه وفيات من سيوه، واللي هو كانت الحاله من السلوم، والخمسه يعني ما طلبوش خدمه طبيه طبقا للمعتقد والموروث اللي احنا قلناه كذا مره، ان الحصبة مرض لا يعالج، وبيحطوا الاطفال في اوض رطبه ويمنعهم عنهم المياه والاستحمام للاسف يعني. بكرة إن شاء الله احنا عندنا برضو بنكمل بقى بقية مراكز مدينة مطروح، محافظة مطروح، في بكرة إدارة مطروح الصحية بمستهدف 43,000 طفل إن شاء الله، مستهدف بالتطعيم من سن 9 شهور حتى 6 سنوات. يوم الاثنين إن شاء الله هنبدأ، احنا دلوقتي بندرب النجيلة والعالمين وبراني، هنبدأ يوم الاثنين بقية المحافظة، يبقى كده إن شاء الله نخلص الثلاث مراكز التانيين يوم الاثنين. العالمين بمستهدف 20,000، النجيلة 5,000، والعالمين 5,000. تمام، يعني إجمالي العدد المستهدف قد إيه؟ إجمالي العدد كله 106,000 إن شاء الله. 106,000. طب في نفس الوقت يا دكتور، هل في نية لعمل حملات توعية؟ يعني حضرتك أشرت أكتر من مرة الى مسألة الموروث الـ يعني الـ الاجتماعي، انه المريض بالحصبة ما يتعالجش. تمام فندم، هو حضرتك احنا كان في يعني تلاحم على ارض الواقع في الواحة وفي السلوم، ان احنا اجتمعنا مع الافاضل العمد والمشايخ والعواقل في الواحة، لان العادات والتقاليد من الصعب، وحضرتك تعرف انها من الصعب جدا انها تتغير من يوم وليلة، ولكن بتوفيق من الله، ودي حاجة يعني كان الرد الفعل سريع جدا، بدليل ان بدأت الناس تودي اولادها بعد الاجتماع الاول والثاني مع الافاضل في الواحة وفي السلوم، ان هو بدأ ان احنا بنشوف حالات حصبة خفيفة. نعم، فبدأنا نتعامل معها. نعم، انما وفعلا حصل التغير شامل يعني. اشكرك. الحاجة الثانية ان برضو الميديا كلها وحضراتكم يعني التلفزيون والمجلات تساعدونا جدا برضو في نشر الوعي على مستوى عالي. احنا من جهتنا احنا في الحياة اليوم النهارده مخصصين فقره كامله حوالين الموضوع ده، انطلاقا من اللي حصل في واحد سيوة. بشكرك شكرا جزيلا دكتور محمد ابو سليمان، وكيل وزاره الصحه في مطروح. هناخد فاصل ونرجع نكمل فقرتنا الاخباريه باذن الله. حضراتكم مرة تانية في الحياة اليوم، وبنواصل فقرتنا الإخبارية. النهاردة الأجهزة الأمنية ضبطت في الشرقية 2 من عناصر الإخوان، 1 طالب في كلية الطب البشري بجامعة الزقازيق، والتاني طالب في كلية أصول الدين، كانوا موجودين داخل أتوبيس تابع لشركة شرق الدلتا للنقل العام. الأجهزة الأمنية بتقول إنها لقيت مع الشخصين دول 3 زجاجات مولوتوف كبيرة الحجم وبطارية وأسلاك، وده قبل ما يبدأوا في تفجير الاتوبيس، ده اللي قالته الأجهزة الأمنية. معانا على التليفون اللواء سيد جاد مدير إدارة شرطة النقل والمواصلات. سيد اللواء مساء الخير. مساء النور يا فندم. تقول لنا ايه تفاصيل هذا الحادث؟ هو حضرتك طبعا اللي متابع الأحداث، ان في وقعة حريق اتوبيس تبع الشركات شرق الدلتا وغرب الدلتا اللي هي هيئة الشركات، في أتوبيس تم احتراقه في العاشر من رمضان، وفي بعض الوقائع خلال الفترة الأخيرة. اللي في العاشر من رمضان ده كان يعني فترة سابقة يعني. مش كده؟ كان أيوة. أنا عايز أقول اللي يرجع يلاقي إن في بعض حوادث، وبناء على الحوادث دي تم تشكيل مجموعات عمل وتم تكثيف الخدمات في محطات الأتوبيسات.
نشرنا شرطة سريين، وكان لازم نفحص حالات الاشتباهات ومتعلقات الركاب المترددين على الأوتوبيسات. من ضمن المواقف موقف الزراعة في مدينة الزقازيق، ده موقف رئيسي وبتقف فيه الأوتوبيسات وبيستقلها المواطنين لجهات عديدة. من فتم الاشتباه، يعني السيد الضابط والشرطة اللي كانوا موجودين معاه اشتبهوا في شخصين داخل الأوتوبيس، حاولوا فتشوا المتعلقات رفضوا، حاولوا يهربوا، تمكنوا من ضبط أحدهم ومعاه حقيبة فيها ثلاث زجاجات اللي هي المياه الغازية الاثنين لتر، فيها سائل أسود اللون تفرح منه ريحة البنزين، ووجدوا في الحقيبة دايرة كاملة كهربائية عبارة عن بطارية وأسباك وريموت كنترول، يعني الدايرة كاملة ممكن إشعال الزجاجات دي عن بعد بالريموت، ومن خلال المناقشة مع الشخص المضبوط تبين أنه بينتمي لجماعة الإخوان الإرهابية، وقال أنه هو وزميله كانوا فعلا هيستخدموا الريموت، ينزلوا في أبو كبير ده خط سير الأوتوبيس ويستخدموا الريموت في إحراق الأوتوبيس. من خلال بقى استكمال المناقشة، تنسيق مع القطاع الأمن الوطني وقطاع الأمن العام ومديرية أمن الشرعية، تبين أن المتهم الهارب وآخرين ضمن مجموعة بتطلق على نفسها اسم مجموعة أبو كبير، وأنهم بيتلقوا تكليفات بارتكاب حوادث إرهابية وتخريبية، وأنهم وراء عدة وقايع خاصة بتفجير وإحراق أبراج ومحولات الكهرباء، وانهم واقر فعلا انهم كانوا ناويين يحرقوا الاوتوبيس اللي تم ضبط الاولاني ده فيه، وباذن الله تعالى جاري تكثيف الجهود واعداد اكمنه لضبط باقي المجموعه اللي تم تحديد اساميها، وبمجرد ضبطهم ان شاء الله ستتخذ كافة الإجراءات بإذن الله تعالى لتقديم المدعاة. الإجراءات اللي حضرتك أشرت ليها سيادة اللواء دي طبعا على مستوى الجمهورية، ما لا تقتصر على محافظة بعينها. أكيد يا فندم، هو معنى أن ده واقع في الشرقية، لكن لو آخرين في أي منطقة أخرى نفس المجموعات بنفس الخطة الموضوعة في كافة محطات الأوتوبيسات، وإن شاء الله دي رسالة لكل من تسول لي نفسه أنه يحاول يخرب في المال العام. نعم. إن شاء الله رجالنا موجودين بإذن الله في كافة الأماكن والمحطات، وحيقع بإذن الله تعالى إن شاء الله. أشكرك سيادة اللواء سيد جاد مدير إدارة شرطة النقل والمواصلات. النهاردة في سائق لقي مصرعه متأثرا بطلق ناري بعد محاولته اقتحام كمين لقوات الجيش المكلفة بتأمين العاملين في مشروع قناة السويس شرق الإسماعيلية، كان راكب سيارة نقل تقيل. أكد مصدر أمني أن أفراد الكمين فوجئوا باقتحام هذه السيارة للكمين، فتم التعامل معها وإطلاق العيارة النارية باتجاهها، مما أدى إلى إصابة السائق بطلق ناري في الكتف. التحقيقات الأولية كشفت أن السائق اسمه ناصر شتيوي صالح سليم، عمره 48 سنة، مقيم بوادي فيران جنوب سيناء، وأن السيارة المستخدمة ملك شخص آخر يدعى سليمان نصار سالم. ده يعني من خلال المعلومات الأولية. في سياق آخر، مروحيات الأباتشي التابعة للجيش فجرت أو قامت بغارة جوية النهاردة الفجر استهدفت تجمع للعناصر التكفيرية التابعة لتنظيم أنصار بيت المقدس في قريتي التومة والسبيل، الأولانية في الشيخ زويد والثانية في جنوب العريش. أسفرت الغارة عن مقتل 5 عناصر تكفيرية وإصابة 10 آخرين بينتموا لتنظيم أنصار بيت المقدس. قوات الصاعقة أيضا شنت يعني عقب القصف الجوي من المروحيات العسكرية شنت هجوم وعمليات تمشيط موسعة لمنطقة المزارع في جنوب مدينة العريش من أجل البحث عن العناصر الإرهابية. أثناء
التمشيط عثرت القوات على جثة بجوارها شخص آخر مصاب بشظايا متفرقة ومصاب بحالة إغماء تامة، وكان جنبهم سلاح آلي وكمية من الطلقات النارية. في الملف الأمني أيضا النهاردة في ساعة مبكرة احترقت إحدى سيارات الأمن المركزي في منطقة جاردن سيتي في محيط منطقة السفارات. تم السيطرة على الحريق، ووزارة الداخلية طلعت بيان قالت أنه صباح الجمعة وأثناء انتظام الخدمات الأمنية المكلفة بتأمين محيط منطقة السفارات بشارع أمريكا اللاتينية في حي جاردن سيتي، حدث اشتعال ذاتي لأحد بواعث الغاز داخل إحدى سيارات الأمن المركزي. أضاف البيان أنه أسفرت الواقعة عن حريق محدود أدى إلى انطلاق عدة بواعث غاز وطلقات دافعة كانت بداخلها من دون حدوث إصابات أو تلفيات، وتمكنت قوات الحماية المدنية المعينة في نفس الخدمة من السيطرة على الحريق وإطفائه. على جانب آخر، المتحدث باسم السفارة البريطانية في القاهرة قال إن حادث نشوب حريق بمحيط السفارة انتهى، ونعتقد إنه حادث عارض ولم يؤثر على عمل السفارة. قال كمان أننا نسمن التعاون الجيد مع السلطات المصرية اللي سيطرت على الموقف بسرعة. النهاردة انهار منزل مكون من 5 أدوار بمنطقة 7 بنات في المحلة الكبرى. قوات الأمن والحماية المدنية ورجال الأطفاء والإسعاف راحوا لرفع الأنقاض وتعاملوا مع هذا الحادث. نعرف تفاصيل أكتر معنا على التليفون اللي هو مهندس ناصر طه رئيس مدينة المحلة. مساء الخير يا ست لو. مساء النور يا فندم. الله يخليك. انهيار هذا المنزل كان يعني صدرت له قرارات إزالة في وقت سابق ولا حصل شيء معين أدى إلى انهياره؟ هو الأول أنت لو أنت من المحل، احنا عندنا السوق بيبقى الجمعة بيبقى فيه سعام شديد. فأنا تلقيت الخبر وقع 1:15 والتاني هناك 1:18، كان المحافظ معاه على التليفون 1:21، واتضح والثابت لدينا الاتي: 1، صدر له قرار إزالة في شهر 2/2014 حتى مستوى سطح الأرض. في 3 الشهر ده كان تنفيذ قرار الإزالة وأرجع لعدم للدراسة الأمنية مرة تانية. إن بنشكر ربنا إن ما حدش حصل له إصابة ولا توفى نظرا للنهاردة السوق عندنا وبس حام شديد في مدينة المحلة. كان الاتصال من المحافظ، حد اتعور، حد مات، حد بتاع، لان يعني حمدنا ربنا ان كله سليم ما فيش اي اصابات. يعني ما كانش في حد داخل المنزل وقت الانهيار؟ لا، المنزل حضرتك زي ما حضرتك قلت 4 أدوار الارض محلات وما فيش حد اصيب ولا حد اتعور. قمت باصدرت وانا واقف نفست قرارات اللي هي فصل الكهرباء، فصل المياه، فصل الغاز، كاردون امني، الاسعاف والمطافي والحمايه المدنيه ومساعد مدير الامن، والدنيا كلها كانت موجوده. وبدانا فعلا نزيل في البيت من حوالي من الساعه 3 تقريبا بدانا تنفيذ الازاله. تمام. انما المنازل اللي جنبه، يعني انا شايف في الصور دلوقتي في منازل اللي جنبه، هل تاثرت بالانهيار؟ لا، ما فيش حاجه تاثرت خالص من المنازل. هو البيت اللي جنبه ده مخل بردك وصدر له قرار ازاله، فاحنا هناخده بالمره ان شاء الله ننزل سطح الارض النهارده وبكره. عملتوا احصائيه يا ست اللي هو لعدد المنازل اللي صدرت لها قرارات ازاله في المحله؟ عندي والله، بس انا مش في المكتب، انا في الشارع. عندي تقريبا حصر كامل لكل قرارات الازاله، الازاله النهائيه زي لجنه المنازل قايله السقوط مصبعه على الازاله وجاهزين يعني للتنفيذ، وبعتنا للشرطه والشرطه ما بتعمل الدراسات الامنيه بنيجي وبنزيل ان شاء الله. في الفتره الماضيه صدرت قرارات ازاله ونفذت في المحله؟ عندي 3 ونفذهم في خلال الشهر اللي فات.
وتنفيذ كان بسهولة بدون نعم التنفيذ كان بسهولة بدون اعتراض من الملاك من السكان. هو احنا بتقابلنا مشكلة الناس اللي بتبقى ساكنة دي فعلا بتقابلنا مشكلة. طب وبتحلوها ازاي؟ للقوة من مل الاقناع فبناخد وقت معهم طويل. طيب والناس دي بتتعوض يعني مثلا اللي بيته يعني ساكن في شقة بالإيجار وما عندهوش يعني مأوى مجلس المدينة بيعمل ايه؟ المنزل اللي وقع الشهر اللي فات وحضرتك برضك زعته كانت تجي التضامن الاجتماعي والشؤون الاجتماعية بيبقى لهم قانون الناس دي تتعوض بكام وازاي. فكانوا 500 جنيه للأسرة فأنا كنت موجود لغاية فالمحافظ صدق انه تسلم الفلوس فورا للناس اللي موجودة دي و2000 جنيه ويطلع لهم خيام وكده لغاية ما تواجد الشقق ان شاء الله على نص السنة اللي جاية ان شاء الله. اشكرك اللواء مهندس. الناس يعني بس احنا بناخد وقت لاقناعهم فعلا يعني مش عايزين نستخدم طبعا القوة ونمل الاقناع اكتر من ان احنا نستخدم الصدام يعني. أشكرك شكرا جزيلا المهندس ناصر طه رئيس مجلس مدينة المحلة. نروح لبعض التقارير وعندنا تقرير عن قرية القطة أو القطة. أهالي هذه القرية التابعة لمركز مناشي القناطر بالجيزة بيعانوا من عدم وجود مياه صالحة للشرب رغم أن النيل يعني بيبعد عن القرية أمتار معدودة. المشكلة لم تتوقف فقط على مياه الشرب لكن الأهالي بيعانوا أيضا من عدم وجود شبكة صرف صحي. كاميرا الحياة اليوم شاركت الأهالي في معاناتهم ونقلت لنا هذا التقرير. المعيشة خارج العاصمة تفرض عليك طبيعة تكيف خاصة. بهذه الكلمات تحدث أحد سكان قرية القطة التابعة لمركز مناشي القناطر بمحافظة الجيزة متناولا ما يعيشونه من أزمات صحية مستمرة مثل انتشار الفشل الكلوي وغيره من الأمراض بسبب استخدام مياه الآبار الملوثة للشرب فيما يسمونه بتوصيلات مياه الشرب الارتوازية. للشريحة دي حوالي نص مليون قطاع دائرة مركز منشية القناطر محرومة من مياه الشرب النقية اللي هي المياه المرشحة وطبعا اللي بتشرب المياه البديلة اللي لا تصلح طبعا اللي هي المياه الارتوازي. عايزين ماسورة مياه كويسة في البلد هنا نشربوا منها. في محطة في أول البلد من إبلي بنملى فيها مياه في جراكن ونشرب عشان المياه بتاعت البلد الناس ما تستفيدش منها. المشكلة لا تتوقف على مياه الشرب وحدها فبعض القرى لا يوجد بها صرف صحي ما يدفع المواطنين أن يلوثوا مياه النيل من خلال عمل توصيلات الصرف الخاصة ببيوتهم إلى داخل مجرى النهر. دام الشيء مش موجود لازم نتصرف إن احنا ما نوسخش بيوتنا بس بنوسخ النيل. النيل ده بتاعي وبتاعك وبتاع الغير وبتاع كل الناس لازم نكون في نظافة ولازم نكون البيئة حلوة عشان نشم هوا حلو. واحنا بنطالبه بموضوع الصرف الصحي علشان احنا عندنا هنا الاولاد الصغيرة الاطفال كمان بتنضر وبيجي لها فشل كلوي بسبب عدم نظافة المية والحاجات دي. عايزين صرف صحي ينفع قرية القطة. الاهمال هنا هو العنصر المسيطر فلا مياه صالحة للشرب ولا صرف صحي الى جانب تكدس القمامة مما يجعل البيئة ملوثة بالكامل. عدم توفر مياه صالحة للشرب في هذا المركز هو أمر يدعو للتعجب والتساؤل في آن واحد أين يتركز اهتمام المسؤولين في مركز يطل على نهر النيل بشكل مباشر ولا تتوفر فيه مياه صالحة للشرب. محمد الرئيس الحياة اليوم. مشاكل المواطنين ومعاناتهم لا تنتهي والغريب ان المناطق اللي بتعاني من نقص الخدمات مش بس يعني في القرى في الصعيد في المدن الصغيرة لكن ايضا في المدن الكبرى زي منطقة نجع العرب في غرب الاسكندرية اللي بتعاني من نقص وافتقار الخدمات الاساسية ومشاكل الصرف الصحي اللي ادت لانتشار الامراض والاوبئة. تعالوا نشوف هذا التقرير. ما يزيد عن 50,000 مواطن هم أهالي منطقة نجع العرب التابعة لحي غرب اسكندرية تكالبت عليهم المشاكل واختلفت أشكالها لكن ظلت مشاكل الصرف الصحي تمثل الأزمة الكبرى بالنسبة إليهم. العيال ما بتعرفش تروح مدارسها تروح مدارس يغرى لغاية نص ركبته كده بالظبط. دخلت البيت الحش اللي جوه مليان بالشقق اللي في الدور الأرضي
بنجيب الفنطاز ده ينشل وبعد ما ينشل الميه تطلع تاني، ما بينضفش وميه زرقاء وحشه خالص. اهالي المنطقه اكدوا على انهم يعيشون حياه غير ادميه، فالقمامه تملا الشوارع والمنطقه تفتقر لمعظم الخدمات. الشوارع مليانه لمغزه زباله، وكل كياس مريانه في جنب، والقطط تشد فيها وتتلم عليها الفيران، وبعد كده تجيب الحشرات كده فوقيها. منطقتنا العرب تفتقر الى ابسط مناحي الحياه، ما هو ما بين مكتب البريد، ما بين الجمعيه الاستهلاكيه، ما بين مستودع بوتاجاز، ما بين مركز الشباب، واخد بالك، والمنطقه تحوي شباب كتير، ما فيش واخد بالك متنفس للولاد دول يتحركوا فيه. تسبب هذا المصنع الذي يقوم بتخزين الفحم والقريب جدا من المنطقة السكنية وأسلاك الضغط العالي هذه التي تعلو المنازل في إصابة الأهالي ببعض الأمراض الخطيرة. التراب بتاع الفحم الأسود ده، أولا ده مضاد للبيئة، يمكن عملت لهم كذا قضية بسبب الفحم، ومضاد بيتعب السدر وبيتعب الأطفال وبيتعب ناس كتيرة في المنطقة هنا. بيوت مباشرة مبنية تحت الضغط العالي، يعني يعتبر الضغط العالي فوق الناس على طول، طبعا بسبب أمراض كتيرة وأمراض خطيرة، وناهيك عن ان المكان اساسا ما فيهوش مستشفى واحده. ازمه منطقه نجع العرب ليست بجديده، لكنها لا تحتمل اغفالا من الحكومه. يعيشون لكنهم ليسوا على قيد الحياه، ياملون بغد مشرق لكن معاناتهم ممتده منذ سنوات، يحلمون بتغير الحال لكنهم يستيقظون على نفس الواقع المؤلم. انهم اهالي منطقه نجع العرب هذه التي تعاني الامرين متى تدخل دائرة اهتمامات المسؤولين. أحمد فرج، الحياة اليوم. نطلع شوية من تقرير المشاكل والقضايا الحياتية المعيشية، نتكلم عن الذهب. الذهب أحد المعادن طبعا النفيسة اللي بتحدد قيمة العملات الصعبة حتى العملات غير الصعبة، لكن الذهب متقلب، مرة طالع ومرة في انخفاض. السؤال، كيف يصنع الذهب؟ ما هي مراحل تصنيع هذا المعدن؟ ايه الفرق بين عيار 18، عيار 21 وعيار 24؟ ده هنعرفه في سياق هذا التقرير التالي. لن تصدق أبدا أنه هنا في هذه الورشة الصغيرة المتداعية تبدأ أولى مراحل صناعة الذهب في مصر، هذا المعدن الثمين الذي يعتبر مظهرا للثراء والزينة في بلاد العالم، يتم صهره وتحويله إلى سبائك ثم ينتقل إلى مرحلة الجلخ. مادة الخام دي تبقى دهب، عبارة عن دهب بندقي، دهب يعني مخالي، يعني ما فيهوش نحاس ولا فيه أي حاجة، بيتحيف مثلا اللي هو العيار 21 اللي هو الغاش المتداول يعني في السوق. فاحنا بنحيفه وبنشغله على طول، بيتصب في القوالب اللي هي المفروضة دي وبيخش على المكنة الدرفلة على طول. بيتفرد وبيخش بعد كده مرحلة بقى التشطيب، بقى المكان تاني يعني الرسومات والأشكال والكلام ده. الذهب كله بيبقى بيور خالص خالص بدون أي شوائب، بيبقى 4949 يعني عيار 1000، بنضيف له 125 جرام فضة ونحاس. فضة والنحاس دول بينزلوا من أسهم الذهب اللي هو الألف، بتنزل 125 بيطلع 875 سهم، وده يساوي العيار 21. وفي هذه الورشة ننتقل إلى المراحل الثلاث الأخيرة، حيث يتفنن هؤلاء المهرة في تقطيع وشغل قطعا فنية يتهافت عليها عشاق الذهب، وتنتهي هذه المراحل بالتلميع. صناعتنا احنا بالذات أشد فن، لان احنا بنعمل شغل دلوقتي احسن من ايطاليا بايدينا يدوي، مش مكن يدوي. ما هو اليدوي غير المكن، هم ايه افتكروا ايه، هم بيشتغلوا بالمكن، انما احنا بنشتغل بايدينا، طيب احنا احسن منهم. اليدوي ما يعلاش عليه، هاتي انت جربي كده اشتري خاتم يدوي، وجربي اشتري خاتم اللي مصبوب مكن ومتحسن ومتركب حجاره، وشوفي ده هيعيش مع حضرتك قد ايه، وشوفي ده هيعيش قد ايه. لكن ما يساور صناع الذهب في الوقت الراهن هو نقص العماله الماهره، ويطالبون الدوله بانشاء اكاديميات متخصصه لتخريج هذه النوعيه من الحرفيين للنهوض بهذه الصناعه. رغم التطورات التي شهدتها صناعه الذهب، تبقى الصناعه اليدويه هنا بالصاغه هي الاساس. خمسه مراحل هي سر الصناعه المصريه الاصيله، بتخرج لنا مشغولات فنيه دائما ما تجذب اعين الناظرين. سمر يحيى، الحياه اليوم.
غالبية الناس راحوا السيرك، اللي ما راحش السيرك ممكن يكون شافوا في التلفزيون أحد الفنون اللي معظم الناس في معظم الأعمار بيستمتعوا بها. لكن طبعا عالم السيرك فيه ألعاب خطرة وأبطاله بيتعرضوا كل يوم، بتتعرض حياتهم للخطر. كاميرا الحياة اليوم رصدت كواليس عالم السيرك وألعابه الخطرة ومدربي الوحوش، وإزاي أبطال السيرك بيتدربوا علشان يقدموا لنا عرض مبهر ينال التصفيق في النهاية. تعالوا نشوف هذا التقرير. في السيرك تكمن مواهب كثيرة، مواهب تتطلب قدرات ومهارات خاصة تعايش معها أصحابها ليمتعون بفنهم على الرغم من خطورتها الشديدة. لعبة الطوق المعلق هي واحدة من هذه الألعاب التي أتقنتها كريمة محمد اللاعبة في السيرك القومي. ما عندناش حاجة فوق وحاجة تحت كلاعب سيرك، إحنا عندنا كل الفكرات خطرة. أما بالنسبة للفكرة بتاعتي فهي قلنا أنا زي ما قلت حضرتك إن هي درجات أو مراحل. أنا المرحلة بتاعتي بالنسبة لي اللي هي الرقبة، أنا حابة المكان وحابة الشغل وحابة السيرك، بالإضافة أن أنا خليت عيالي الاثنين معايا. رحمة هي ابنة كريمة، تدربت على العمل في نفس المهنة منذ نعومة أظافرها، وشغفها بلعبة والدتها جعلها جزءا من فريق السيرك. ببقى فخورة جدا بيها، الناس مبسوطة منها وبتسألها وفرحانين بيها طبعا بعد ما بتخلص. أنا ابتديت أتدرب من وأنا عندي 11 سنة، بس هو المفروض مدرسة السيرك من 6 سنين 8 سنين. السيرك هنا يعتبر أسرة واحدة مع بعضهم، فهو ده اللي حببني فيه. مهنة خطرة تتطلب مهارات خاصة من دقة وصرامة واتزان في مكان يعد مصنعا للمتعة ومكمن لنوع متميز من الفنون. محمد الرئيس، الحياة اليوم. هناخد فاصل، وبعد الفاصل هنستقبل ضيفنا دكتور محي الدين عفيفي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية علشان نتكلم عن الأزهر وداعش بعد الفاصل بإذن الله. برحب بحضراتكم مرة أخرى في الحياة اليوم. هناك إجماع من غالبية الناس على أن الأزهر هو المؤسسة الدينية التي تعبر عن وسطية الإسلام، المؤسسة التي ينظر إليها كحائط صد ضد التطرف. لذا يطالب الجميع بتفعيل دور الأزهر في مواجهة الأفكار المتشددة، في مواجهة هذه الأفكار في وقتنا الراهن بالذات، لأن هذا الوقت تقف فيه الدولة ويقف فيه المجتمع أمام تحدي الجماعات الإرهابية. أيضا يطالب الجميع الأزهر بتصحيح المسار من الداخل، بمراجعة بعض الأفكار والمناهج في ظل فوضى الفتاوى والفهم المغلوط للدين. وسط ذلك كله وجدنا بيان صادر عن الأزهر بينفي فيه تكفيره لتنظيم داعش الإرهابي. هذا البيان أثار علامات استفهام، وأثار لدى البعض أيضا علامات تعجب. لماذا صدر هذا البيان بالذات؟ سنتحدث عن ذلك في إطار حوارنا مع الدكتور محي الدين عفيفي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية. دكتور محي الدين، برحب بحضرتك في الحلقة. أهلا بحضرتك أستاذ. أهلا بحضرتك. حكاية البيان، يعني بيان صادر، يعني قرأناه في وسائل الإعلام المختلفة، صادر عن الأزهر بينفي فيه تكفيره لداعش. ربما العنوان صادم، الأزهر ينفي تكفير داعش، فسر لنا. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. في الحقيقة أنه يوجد خلط في أذهان الناس بين تلك المصطلحات التي تتردد على الألسنة، الجماعات التكفيرية ونفي الأزهر لتكفير داعش. طبعا قصة البيان ما ورد على لسان أحد الضيوف من الكلام عن داعش وأنهم مبتدعة وبغاة وغير ذلك من المصطلحات، إلا أنه لم يكفر داعش. طبعا هناك خلط لدى الناس. الضيف، عفوا دكتور، الضيف اللي هو مفتي نيجيريا. نعم، مش كده؟ الشيخ نعم. إبراهيم الحسيني. نعم. نعم. هناك خلط في أذهان الناس بين مفهوم الجماعات التكفيرية وبين نفي الأزهر لتكفير داعش، لأن القصة تبدأ أو ترتكز على أساس في العلاقة بين الإيمان والعمل.
العلاقة الأزهر الشريف باعتباره على المذهب الأشعري وهو مذهب أهل السنة والجماعة الذي يدين به أو يعتنقه أكثر من 90% من المسلمين شرقا وغربا، وهو مذهب أهل السنة والجماعة. هذا المذهب يؤكد على أن الإيمان أصل والعمل فرع، الإيمان أصل والعمل فرع، وأن العمل ليس ركنا من أركان الإيمان. لكن فيصل التفرقة بين تلك الجماعات التكفيرية وبين مذهب الأزهر وهو المذهب الأشعري في العقيدة أن الأزهر الشريف ينظر على أن الإيمان يقوم على الاعتقاد، الاعتقاد القلبي، أن يؤمن الإنسان بالله وملائكته ورسله وأن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن الإيمان يعتبر من مكملات العمل، من مكملات الإيمان، لكن عدم وجود العمل لا ينفي الإيمان. وهناك قاعدة ذهبية للمذهب الأشعري أنه لا يخرجك من الإيمان إلا جحد ما أدخلك فيه، وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وبالتالي فإن أي مسلم أو أي جماعة أو فئة طالما أنها تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأتت من الأعمال حتى وإن كانت هذه الأعمال من الكبائر فلا تخرجها هذه الأعمال من دائرة الإسلام. وهذا ليس من عنديات الأزهر بل هذا ما قرره القرآن وما قررته السنة. لكن دكتور يعني مع احترامي لكل هذا الشرح والتوضيح، لكن أن يصدر بيان الآن ينفي تهمة الكفر أو ينفي الكفر بشكل عام عن هذا التنظيم اللي بيقطع الرؤوس وبيسبي النساء ويعيث في الأرض فسادا ونقول عليهم لا ده دول يعني ما زالوا مسلمين، هذا يعني بيان صادم بصراحة يعني. وأنا أنقل لك يعني ربما نبض الناس على مواقع التواصل الاجتماعي على الأحاديث يعني الجانبية في استغراب. أولا ربما يغيب عن الناس أن قضية الإيمان وقضية الكفر وتحديدا قضية الكفر لا يملكها أحد، لا يملكها الأزهر ولا تملكها جماعة ولا يملكها تنظيم، هذا حكم شرعي، وإنما يملكها القضاء. هذه القضية لو فتحت لا يمكن أن يتخيل أحد كائنا من كان أن الأزهر بتاريخه الطويل يعقد مؤتمرا لتكفير داعش أو غيرها من الجماعات، لأن الكفر مسألة، التكفير حكم شرعي لا يملكه أحد، وإنما يملكه القضاء وله أسبابه وله شروطه وله موانعه. وكما هو مقرر هذا الأمر لو حدث ربما أدى إلى فتح باب خطير مثل ما فتحوا الخوارج في القديم حينما كفروا سيدنا علي رضي الله عنه وكفروا المسلمين وأريقت دماء المسلمين وأزهقت الأرواح. حتى الإمام علي رضي الله عنه حينما سئل عن الخوارج ماذا قال عن مع أنهم كفروا وقاتلوا وقتلوا المسلمين، قال هم إخوة لنا بغوا علينا. قيل له أكفار هم؟ قال بل من الكفر فروا. إذن مسألة التكفير لو تم تكفير داعش بسبب الأعمال التي يمارسونها من القتل والسلب والنام واستحلال المحرمات لأدى ذلك إلى تكفير كل المجتمع. لماذا؟ سيأتي كل إنسان، قضية التكفير دي مبنية على إيه؟ العلاقة ما بين العمل والإيمان. هؤلاء التكفيريون يقيمون معتقداتهم على أن العمل ركن من أركان الإيمان، وبالتالي حينما يأتي إنسان مسلم لا يصلي، حينما لا يأتي إنسان مسلم يشرب الخمر، لا يؤدي الزكاة، لا يصوم، هو لا يجحد، سيؤدي ذلك إلى تكفيره. حينما لا يأتي بالأعمال التي يعتبرونها ركنا من أركان الإيمان، بالتالي سيتم تكفير المجتمع. تكفير المجتمع يترتب على إيه؟ إهدار دمه، إنه هو لا يورث، لا يصلي، لا يدفن في مقابر المسلمين، إلى غير ذلك من الأحكام، وبالتالي لا يمكن أن يتأتى من الأزهر. بس يمكن هنا السياق شوية يعني مختلف لو سمحت لي دكتور، يعني مثلا اللي
من أشرت إليهم يعني اللي بيشربوا الخمر ويرتكبوا المعاصي يعني لا يقطعوا الرؤوس زي داعش. نعم. داعش. نعم. فبالتالي هنا السياق شوية فيه يعني هؤلاء للفئتين. إذا نظرنا إلى هناك يعني قاعدة شرعية لابد وأن نؤسس عليها. هؤلاء حينما يقطعوا الرؤوس يقطعوها تحت صيحات التكبير والتهليل. هذه المشكلة. هو 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 لديه بل يستدل بالنصوص الشرعية بالخطأ ولا يفهم حقيقة مفهوم أو يعني حقيقة الاستدلال بالنص القرآني. إذن هو لديه معتقد أنه على الحق، بل لديه تصور جازم أنه لن يصل إلى الفردوس الأعلى إلا من خلال قطعه للرؤوس، وبالتالي هؤلاء يطبق عليهم حد الحرابة، يقاتلوا، تقطع أيديهم وأرجلهم كما ذكر القرآن الكريم. أعضاء داعش أو أعضاء داعش، هؤلاء لابد وأن يقتلوا ويصلبوا، لأنهم إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، أي يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. بس ما يعتبروش كفار. لا يعتبروا كفار طالما أنهم يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. طيب. مما يؤكد عفوا يا أستاذ عمرو، النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاءه سيدنا أسامة بن زيد وفي إحدى الغزوات، وحينما تمكن من رجل مشرك وإذا بالرجل قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، كان سيدنا أسامة هو وأحد الأنصار، فتركه الأنصاري عندما قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن إلا أن سيدنا أسامة أجهز عليه وقتله. وحينما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال قالها متعوذا، أي فرارا من القتل. قال أشققت عن قلبه؟ كيف تحاج عن لا إله إلا الله يوم القيامة؟ حتى أن أسامة بن زيد رضي الله عنه تمنى أنه لم يسلم في تلك اللحظة. طيب الحكاية كلها بدأت من نفي الشيخ إبراهيم الحسيني مفتي نيجيريا، نفى أنه كفر داعش. هل يمكن فهم أنه الشيخ الحسيني ينفي أيضا تكفير جماعة بوكو حرام؟ وجماعة بوكو حرام لمن يعلم لمن لا يعلم هي الفرع النيجيري أو الأفريقي خلينا نقول للقاعدة. نحن لدينا قاعدة أساسية، طالما أن الإنسان كائنا من كان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولم ينكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة، طالما أن ارتكب أي كبيرة هو في التوصيف الإسلامي والتوصيف الشرعي وما عليه مذهب أهل السنة والجماعة هو مسلم، لكن هذا لا يمنع من إلحاق العقوبة الدنيوية والأخروية. الله تعالى يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن هؤلاء لهم عقوبة، هؤلاء إذا طبعا بالطبع خارجون على القانون، وهؤلاء يسعون في الأرض فجزاؤهم القتل والصلب، وتتخذ كافة الإجراءات التي تستأصل شأفتهم. لكن بالنسبة للحكم الشرعي التكفير، التكفير لا يقابل بتكفير أبدا، وبالتالي سنفتح باب من الفساد والفتن، وسيحدث في الأمة ما حدث قديما حينما دمرت الأمة بسبب فهم الخوارج وتكفيرهم واستباحتهم لدماء المسلمين. الحيلولة دون فتح باب الفتنة، في المقابل من الممكن أن يفتح باب آخر إذا ما جاء شاب لا يدري من أمور الدين شيء، شاب عنده من الحماسة وعنده من الطاقة التي يريد أن يستخدمها في الجهاد، وهنتكلم عن مفهوم الجهاد دلوقتي، وقال لك لا ده الأزهر ما بيكفرش داعش، أنا أروح أنضم لداعش. أولا بالنسبة الإنسان إذا كانت لديه شبهة لابد وأن تزال تلك الشبهة. يعني أحيانا الإنسان بجهل حديث عهد بالإسلام، حديث عهد بالهداية، يعني أراد أن يدخل الإسلام فدخله من باب التكفير، دخله من باب الجهاد، دخله من باب قتل وترويع الآمنين أو غير ذلك. هؤلاء لابد وأن تبين لهم الحقائق، ولابد وأن تزال تلك الشبهات. هذه هي فيصل التفرقة بين
مذهب أهل السنة والجماعة والمذهب الأشعري الأشعري وهؤلاء التكفيريين هم اعتبارهم أن العمل ركن من أركان الإيمان، وإذا انتفى العمل انتفى الإيمان، وبالتالي يستحلون دماء المسلمين. ما هو برضو يعني يا دكتور خلينا يعني نوسع الصورة أكتر، يعني الغرب أو الرأي العام العالمي لا يعرف الفرق بين المذهب الأشعري والمذهب أهل السنة وأهل الجماعة والشيعة، عنده الجميع مسلمون، لما يسمع أنه الأزهر بيقول أن دول لا دول مسلمون، دول مسلمون يعني الداعش مسلمون والنصرة مسلمون والقاعدة مسلمون وأتباع أسامة بن لادن وأيمن الظواهري مسلمون، فإذا الصورة التي ستأخذ عن الإسلام هي الصورة التي تقدم من هؤلاء، فتيجي أنت الأزهر تقول أن دول مسلمين وكأنك أنت تساعدهم، يعني هم الناس يعني الرأي العام العالمي ليس له يعني في مسألة البحث في الشريعة يعني لا يهمه أن الشريعة لا تعتبر هؤلاء كفار، لكن يهمه النظرة إلى هؤلاء والتقييم إلى هؤلاء من مؤسسة تمثل الإسلام الوسطي مثل الأزهر. إذن جئنا للقضية الأساسية وهي يعني ما الحيثيات وما الأسباب التي لأجلها عقد الأزهر الشريف ودعا فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب إلى عقد مؤتمر للأزهر تحت عنوان الأزهر في مواجهة الإرهاب والتطرف. هذا المؤتمر عقد لإعلان براءة الإسلام وبراءة كل يعني النصوص الشرعية وبراءة المسلمين من تلك الممارسات التي تتم بالإسلام، وأن هذه الممارسات من القتل أو سفك الدماء أو استحلال المحرمات أو ضرب الاستقرار في البلاد العربية والإسلامية أو في أي منطقة، هذه الممارسات ليست من الإسلام في شيء، وإنما الإسلام هو دين السلام، لكن قضية التكفير لا يمكن بحال من الأحوال المسألة، يعني هؤلاء السبب في تشويه الصورة الذهنية للإسلام والمسلمين في العقلية الغربية إيه؟ هؤلاء يخلطون أو يحاولون أن يبينوا أن الإسلام هو من خلال تلك الممارسات، أن الإسلام مبني على سفك الدماء. واجب المؤسسات الدينية وعلى رأسها الأزهر الشريف، وحينما دعا الأزهر الشريف كل المؤسسات الدينية وكل التعدديات المذهبية وحتى الكنيسة رجال الكنيسة الشرقية ليعلن الجميع الكلمة أن كافة الأديان ليس الإسلام فحسب بريئة كل البراءة من الممارسات الإرهابية، وأن هذه الجماعات التكفيرية لا تمت إلى الإسلام بصلة. طب ما أنتم تقول إنه جماعات تكفيرية عفوا يعني جماعات تكفيرية باعتبار هذا هو اللبس الذي بدأت به حديثي، جماعات تكفيرية لأنهم يكفرون الناس يكفرون غيرهم، من لم يسلك مسالكهم فهو كافر، هم يكفرون الأزهر، هم يكفرون علماء الأزهر، هم يكفرون شيخ الأزهر، لكنهم أنفسهم ليسوا بكفار لسبب وحيد، طالما أنهم لم ينكروا ما هو معلوم من الدين بالضرورة فلا يمكن الأحد. قضية التكفير دي قضية خطيرة لا يملكها الأزهر ولا يملكها شيخ الأزهر ولا يملكها علماء الأزهر ولا تملكها جماعة، وإنما هي مردها إلى القضاء حينما تتوافر شروطها وتنتفي يعني الموانع، عندئذ يمكن أن يحكم القضاء، لأنه يترتب على الحكم تبعات خطيرة. اللي هي زي ايه مثلا؟ زي يفرق بين الإنسان وزوجته، إذا مات لا يدفن في مقابر المسلمين ولا يغسل ولا يصلى عليه ولا يتم التوارث إلى غير ذلك، يصبح حلال الدم، وبالتالي لو فتح هذا الباب هذا باب خطير، لأنه مبني على قضية لا يعلمها عوام الناس. الإشكالية أن المسلمين حتى على مستوى من يتصدرون المنابر الإعلامية كثير منهم لا يفهم الإسلام، يتحدث في الإسلام ولديه أمية، ليته يسكت أو ليته يسأل المتخصصين. طيب دي برضو قضية تانية يا دكتور، لكن قضيتنا برضو في مسألة البيان اللي صدر، هل
هذا البيان الذي صدر ونفى أن الأزهر يكفر داعش أو علماء الأزهر يكفروا داعش، هل خدم الإسلام؟ هذا الموضوع نعم خدم الإسلام. لماذا؟ لماذا؟ لأنني لابد وأن أؤكد على قضية مهمة، قضية مهمة. هذه الجماعات التكفيرية تكفر الآخر أيا كان الآخر، وتحديدا تكفر المسلمين بسبب إيه؟ بسبب اعتبارها أن الأعمال أيا كانت الأعمال سواء متعلقة بالعبادات أو النوافل أو غير ذلك ركن من أركان الإيمان، ومن لم يأتي بهذه الأعمال فليس بمسلم، وبالتالي فهو حلال الدم. هذا المفهوم لو اعتمده الأزهر الشريف ماذا ستكون النتيجة؟ سيفتح باب خطير للتكفير، لتكفير كل إنسان. وليست المسألة في قضية التكفير أنه هذا كافر، المسألة أنه هو طالما أنه قال كافر فهو يستبيح دمه، يستبيح ماله، يستبيح عرضه، وبالتالي فتحنا بابا من أبواب الفتن، ولعل التاريخ خير شاهد على ذلك. ماذا جلت الأمة من ما فعله الخوارج؟ النتيجة، النتيجة تمزقت الأمة. الآن المجتمع لديه جاهزية، الآن الأزهر يمثل رأس الحربة في مقاومة وفي مواجهة التيارات التكفيرية. بس المجتمع أيضا لديه جاهزية لاعتبار أن هؤلاء، وأنا أقصد تنظيم داعش، بعد ما كل ما جرى منهم وبعد كل ما يجري وسيجري ربما في المستقبل القريب، باعتبارهم غير مسلمين. يعني المجتمع عنده الحد الأدنى من النظرة إلى هذه الجماعات على أساس أنها لا تمت إلى الإسلام بصلة ولا تمت إلى جماعة المسلمين بصلة. فما الداعي أني أدي لهم كريديت، أدي لهم يعني تقييمات إيجابية، أن أقول لهم لا ده دول مسلمين؟ هو يعني هذا دين وهذا حكم شرعي، المسألة مش المجتمع. ما دخلتش. أنا معلش أنا يعني أنا بعترف أمام الملايين أن أنا يعني مليش في فهم الشريعة بالقدر العميق، يعني نعم. أنا أفهم فقط الخطوط العريضة، نعم. ولكن في حاجة اسمها الضرورات والمحظورات، الضرورات تبيح المحظورات. يعني أليس من الضرورة الآن أني أنا أخذ مسافة عن هذا التنظيم الإرهابي؟ أولا يعني من المعلوم أن هذه الجماعات وغيرها مما يسلك مسالكها، طبعا المسألة ليست حصرية أو قاصرة على داعش ولا الجماعات الإرهابية ولا بوكو حرام ولا أنصار بيت المقدس ولا غيرها. كل من يستحل دماء المسلمين ويستحل أموالهم وأعراضهم حكم على نفسه بالكفر، حكم على نفسه بالكفر، والإسلام براء. لكن عندما نأتي إلى الأحكام الشرعية لا يتأتى لأحد من الناس أيا كان فرد أو مؤسسة أو تنظيم أو جماعة أن يجعل من نفسه حكما ليحكم على فئة أو فرد بأنه كافر، طالما في أصل واحد، في أصل واحد. المسألة يعني عفوا يعني لا أدري، هناك خلط زي الناس تنتظر من مؤسسة الأزهر ما يطلبه المستمعون أو ما يطلبه الإعلام أو ما يطلبه اللوب الإعلامي. يراد تركيع الأزهر لصالح من أو المصلحة؟ لا أدري، لا أدري. هي مؤامرة وهي خطة ممنهجة على الأزهر الشريف، وكأنهم تخلصوا من السلفيين والإخوان ويريدون أن يجهزوا على الأزهر، ونسي هؤلاء أن الأزهر تاريخ، أن الأزهر منهج، أن الأزهر محل احترام لكل المسلمين في الداخل أو في الخارج. إذا طبعا مع التسليم بكل ما تفضلت به، إلا أنه السؤال، ألا يمكن أن ينتقد منهج الأزهر؟ ينتقد منهج الأزهر، الأزهر ليس معصوما، الأزهر ليس معصوما، ونحن نرحب في الأزهر، وفضيلة الإمام الأكبر يرحب بالنقد البناء، النقد الإيجابي، النقد غير المغرض. يعني نحن نحترم أي نقد إيجابي يهدف إلى تصحيح المسار، لكن بالطرق وبالسبل المناسبة وليس بأسلوب التشهير. هناك أناس أو الاتجاه الذي يسود الآن
يعني كما يقال حنرفع سقف المطالب حتى وإن تمت الاستجابة، ولن يحدث ذلك لأن الأزهر لديه ثوابت ولديه بصلة ولديه رؤية، ولا يمكن أن يكون يعني العوبة في يد أحد. تمام. الأزهر لديه رؤية ثابتة. تمام. وهذه الرؤية يعني مطلوب أن تستخدم زي ما قلنا في المقدمة لتكون حائط صد ضد الجماعات التكفيرية وضد الإرهابيين بشكل عام، لكن هل هذه الرؤية الآن يعني ظاهرة للعيان وظاهرة للكل وتثبت وتبرهن على أن الأزهر يقوم بدوره على النحو المطلوب؟ هذا سؤال مهم جدا أستاذ عمرو، أنا بحيي حضرتك عليه. الأزهر للأسف الشديد لسبب أو لآخر هناك تعتيم إعلامي، ويبدو أن الظواهر الصوتية أصبح لها رواج في هذا الزمان أو في تلك الفترة. يبدو أن الشو الإعلامي أو التصريحات التي ليس لها رصيد على الأرض هي التي تعجب الناس، لكن الأزهر أولا الأزهر له دور كبير ليس على المستوى المحلي بل على المستوى العالمي. الأزهر هو الحارس الأمين للشريعة الإسلامية وللتراث الإسلامي. الأزهر من يتعلمون في الأزهر من غير المصريين يزيد عددهم على 40,000 طالب وافد في كل الكليات الشرعية. مع قدوم فصل الشتاء ضربت سلسلة من الأوبئة محافظات مصر على رأسها مرض الحصبة والجدير المائي، بالإضافة إلى عودة إنفلونزا الطيور مرة أخرى، الأمر الذي أثار حالة من القلق بين الكثير من الأسر المصرية. إنفلونزا الطيور عادت مرة أخرى بثماني حالات وفاة و16 حالة إصابة حتى الآن، من بينها 7 حالات شفاء وحالة واحدة تحت العلاج وفقا لما أعلنته وزارة الصحة، التي تنصح دائما المواطنين الذين يتعاملون مع الدواجن بضرورة تغطية الفم والأنف عند التعامل مع الدواجن، وغسل الأيدي بالماء والصابون بعد التعامل مع الطيور، وعدم اصطحاب الأطفال لأماكن تربية الطيور. وفيما يتعلق بمرض الحصبة، فقد عاشت محافظة مرسى مطروح في الأيام الماضية حالة من القلق بعد انتشار الحصبة ووفاة عدد من الأطفال وإصابة المئات، الأمر الذي دفع الوزارة لاتخاذ إجراءات وقائية من بينها حملة واسعة لتطعيم الأطفال من المرض خاصة في واحة سيوة. أما بالنسبة لمرض الجدير المائي، فإن إجمالي عدد حالات الإصابة بالمرض خلال الفترة من أول سبتمبر حتى السادس من ديسمبر لعام 2014 وفقا لما أعلنته وزارة الصحة بلغت 1115 حالة على مستوى طلاب المنشآت التعليمية، الأمر الذي دفع الوزارة لتيسير حملات وقوافل توعية لشرح كيفية التعامل مع المرض فور اكتشافه. ريم سمير، الحياة اليوم. ترحب بحضراتكم مرة أخرى في الحياة اليوم، ويمكن التقرير اللي احنا عرضناه الآن بينبئ بأن مصر ربما إنجاز التعبير بتواجه مجموعة من الأمراض المعدية، الحصبة، الجديري المائي، إنفلونزا الطيور، وإن كانت يعني مساحة الإصابة قليلة لكن ممكن نقول أنه بتدق جرس الإنذار علشان ناخد بالنا، ناخد بالنا كمواطنين وناخد بالنا كدولة. اسمحوا لي أرحب بضيفين عزيزين، الدكتور محمد جنيدي مدير عام الأمراض المعدية بوزارة الصحة. مساء الخير يا دكتور. أهلا. والدكتور محسن الألفي رئيس قسم الأطفال بكلية طب عين شمس وعضو اللجنة العليا للتطعيمات. مساء الخير يا دكتور. أبدأ مع حضرتك دكتور محسن، هو ايه اللي حصلان في البلد؟ ليه انفلونزا الطيور رجعت تاني؟ ليه الحصبه انتشرت في سيوة؟ ليه الجدير المائي ظهر؟ يعني الاوبئه بتبدا مع بدايه فصل الشتاء، وبعدين الناس بتقفل بقى ويبقى التهويه مش جيده، المدارس مزدحمه، بتبقى في حالات ما اتطعمتش، الفيروس موجود، بتحدث اصابات، البلد بيبقى فيه استجابة والأسر بتبقى فيه استجابة، لازم الطرفين، المدرسة بتهوي زيادة شوية، الأم بتهتم شوية إن الولد المريض ما يروحش المدرسة يعادي زمايله، ياخد الفترة النقاهة بالكامل في البيت ويعود عندما يشفى تماما ويبقى غير معدي، واللي ما بيطعمش يطعم ويلتزم بالتطعيم، والدولة موفرت تطعيمات في جميع المراكز الصحية. قبل الفقرة يمكن كنا بنتكلم عن الحصبة، بتقول لي حضرتك انه لو ما فيش حصبة تبقى مشكلة، ليه؟
الحصبة في على جميع مستوى العالم في عدد إصابات مقبولة، يعني إذا الحالات حالتين أو ثلاث حالات في العشر تلاف يبقى ده عدد مقبول. إذا قلنا أن الأطفال في مصر تحت 18 سنة عددهم 25 مليون، يبقى إحنا الرقم المقبول أن يبقى فيه 5 ل 10 تلاف حالة سنويا. لما بتظهر في مدرسة وتزداد عدد الحالات في مدرسة، يبقى معنى كده أنه المدرسين والناظر والأسرة والطبيب اللي موجود في المدرسة وبتاع ما عندوش الوعي الكافي أنه يقفل الدايرة، لأنه أول ما حد يبقى يظهر حاجة معدية زي الجديري زي الحصبة زي الهدى النخافية، لابد أن يتاخد الاحتياطات اللازمة اللي هي غياب الطالب فترة العدوى المهمة دهيت، وإذا أكتر من حالة بيطلب أن يبقى فيه جرعات تطعيم إضافية. طيب دكتور محمد، الحالات الحصبة اللي ظهرت في سيوة حالات عديدة جدا كبيرة، رقم كبير، وبرضو العدد المتوفيين أيضا رقم كبير، من إنفلونزا الطيور نفس الشيء. هل ده بيقول أنه وزارة الصحة لم تكن تتوقع أن تكون العدوى وانتشار هذه الأوبئة بهذا الحجم؟ طيب بسم الله الرحمن الرحيم. أنا عايز بس قبل ما نتكلم على سيوة نتكلم على الوضع العالمي لمرض الحصبة. إيه هي الإحصائيات اللي مذكورة في موقع منظمة الصحة العالمية عن مرض الحصبة؟ منظمة الصحة العالمية قالت إن سنويا كل عام بيحصل على مستوى العالم حوالي 20 مليون حالة إصابة بالحصبة على مستوى العالم، بيتوفى منهم في حدود 158 ألف. دي كانت اخر احصائيه موجوده، ودي موجوده على موقع منظمه الصحه وموجود معايا. 158 الف سنويا، كل عام في 20 مليون حاله اصابه، وبيتوفى منهم تقريبا 158 الف، ودي يمكن نسخه للبرنامج اذا سمحتي لي. اتفضل يا فندم. من موقع منظمه الصحه العالميه بيتاكد هذا الكلام. اللي حصل في سيوه، احنا اتبلغنا من حوالي 10 ايام تقريبا ان في ازدياد ملحوظ في عدد حالات الاصابه بمرض الحصبه، وحصل في وفيات لعدد من الاطفال. الحقيقه في تاني يوم توجه فريق كامل من وزاره الصحه، انا كنت واحد منهم، انا لسه راجع من هناك ما كملتش 48 ساعه. الله السلام. الله يسلمك. كل الفتره دي كنا موجودين هناك، عملنا عده اجراءات نتقصى على الموقف الوبائي، نشوف موقف التطعيمات ايه اللي موجود. ايه الموقف الوبائي دلوقتي بقى؟ الموقف الوبائي احنا يعني في عندنا كان حصل 178 حالة إصابة في على مستوى سيوة، توفى في تحت العلاج يمكن لغاية امبارح 31 حالة، الوفيات هم 5 حالات من سيوة، وفي حالة 6 دي من السلوم. عملنا مناظرة وتقييم لموقف التطعيمات في على واحد سيوة، نشطنا الوقاية من المرض والتعريف بالمرض، كان في تعاون الحقيقة مثمر مع القيادات المحلية والشعبيين وعمد وشيوخ القبائل الموجودة في سيوة، وده اتعمل الحقيقة في عدة مراكز مش في سيوة بس، على مستوى مطروح كلها اتعمل حملة للحصبة في سيوة وسيدي براني والسلوم والضبعة. لغاية امبارح تم تطعيم 32,997 طفل من سن 9 شهور إلى 6 سنوات، ويمكن بكرة الصبح إن شاء الله هنبدأ حملة تطعيم في إدارة مطروح، ويليها مباشرة تطعيم في النجيلة والعلمين والحمام. طيب تمام، خلينا نرجع للدكتور محسن الألفي. دكتور محسن، بعد ما يعني انتشرت الحصبة بهذا الشكل في سيوة، في أسر مصرية عديدة جدا بدأت تشعر بالقلق، بدأت تشعر بالخوف، إزاي نحمي أطفالنا من الإصابة بهذا المرض؟ هو ما بيجيش لوحدها، يعني لازم في طفل مريض عنده حصبة، أعراض الحصبة سخونة بتبدأ من 38 ونص لغاية 39، كحة شديدة بتشابه أعراض الأنفلونزا في الأول، تكسير في الجسم، في احتقان في العينين، في احمرار في العينين، في طفح داخل الفم يبدأ قبل ما يظهر الطفح على الجسم. طفح على الجسم بيظهر في اليوم الرابع، في اليوم الرابع ترتفع الحرارة أكتر، وهو ده أسوأ يوم، حرارته 40، طفل مكسر بيخرف، يظهر الطفح ورا الودان الوش وبعدين الجسم، يقعد 3 أيام وبعدين بيختفي ويقشر تقشير بسيط. طب ده وصف للحالة اللي ما اتطعمتش من الحصبة؟
يعني احنا عارفين ان التطعيم يعطي مناعه بعد الجرعه الاولى في حدود 60-70%، وبعد الجرعه الثانيه حوالي 95%. يعني معنى كده انه اذا كان التطعيم كامل يبقى ممكن ان تظهر حالات يعني في حدود 1 أو 2% ممكن يجي لهم، برغم انه الجميع متطعم. وبالتالي كون ان يسجل مثلا من 1000 إلى 5000 حالة سنويا ده ما يعتبرش وجود وباء. لما الحالات تزداد بقى يبقى في 30-40 ألف حالة مسجلة في السنة، يبقى قد يكون في بؤرة معينة التطعيم ما كانش كامل، زي ما حصل في سيوة، زي ما حصل في سيوة بالظبط كده. يعني سيوة الوعي بتاع ما هم دول أهالينا وإخواتنا ويتفرجوا على التلفزيون وبيسمعوا البرامج وبيتقال التطعيم، وأنا إذا ما طعمتش يبقى ما فيش مناعة، هاخد مناعة ازاي ضد الحصبة وانا ما طعمتش؟ تمام. طيب انا بيقولوا لي دلوقتي الزملاء في خبر جالنا، اكتشف اطباء في احدى القوافل الطبية اللي بتنظمها مديرية الصحة في بني سويف بالصدفة النهاردة الجمعة اصابة 14 طفل بالحصبة بقرية الطواب التابعة لمركز الوسطى شمال المحافظة. طيب معايا على التليفون الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة. دكتور حسام مساء الخير. اهلا بحضرتك يا فندم. يعني من سيوة للوسطى في شمال المحافظة يا قلبي لا تحزن، هيتكرر سيناريو سيوة ولا ايه؟ لا لا الحمد لله مش هيتكرر سيناريو سيوة ولا حاجة. هو الحقيقة بس الواقعة دي حصلت يوم الحد اللي فات. احنا في سياسه الوزاره انه الاماكن اللي بينقصها خدمات نتيجه لانها نائيه او بعيده بنبعت قوافل كل فتره لتوقيع الكشف الطبي على اهل المناطق دي. فكان في قافله حسب الجدول المحدد، قافله طالعه للقريه وهم بيكشفوا على الاطفال، اكتشف انه في 3 حالات من الاطفال مصابين بالحصب. ثلاثة مش 14؟ لا ده بكلم حضرتك بداية القصة. بداية القصة 3 حالات مصابين دول اللي هم راحوا القافلة يكشفوا. يعني والأهالي واخدين الأطفال يكشفوا بيهم، لقينا إنه في 3 حالات من الأطفال مصابين. فالحقيقة القافلة بلغت الطب الوقائي عند دكتور محمد، وبعتوا يوم الاثنين اللي فات مجموعة من الطب الوقائي للترصد، وعملنا مسح للقرية كلها. لقينا ان كل اللي موجود في القريه مصابين، دي بقى اللي هي طرق الابواب، احنا بقى اللي بقينا بنروح للناس، لقينا انه في 24 طفل مصابين بالحصبه. الحقيقه يعني كلهم الحمد لله حالتهم مستقره واغلبهم خرجوا من المستشفيات، ورجعنا تاني اجراءات التطعيم. فالموضوع بدا الحد وانتهى الحمد لله، ومش بالصدفه ولا حاجه، لكن ده نتيجه لسياسه الترصد اللي احنا متبعينها. طب هل من خلال هذه السياسة تم رصد يعني حصبة في مناطق أخرى في الجمهورية عدا قرية أطواب؟ احنا عندنا تقريبا في حدود نسبة الإصابة على مستوى الجمهورية في حدود 1400 وشوية حالة في ده على مستوى جمهورية مصر العربية كلها. وده ما تعتبرش يعني ما تعتبرش نسبة كبيرة زي ما قال لنا الدكتور محسن الألف. لا 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 دي كلها أرقام مقبولة، بل على العكس دي قليلة يعني بالنسبة لعدد السكان. تمام، أنا بشكرك شكرا جزيلا الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، وهكمل في نفس الموضوع. لا 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 مع الدكتور. أنا هقول تعليق صغير. اتفضل. إن هو لما بيظهر طفل عنده حصبة وكان موجود في المدرسة النهاردة لا يقل عن 10-15 مخالط له في الفصل بتاعه، في خلال 10-14 يوم هيبقى عندهم. فالواقعة كده إنه طفل جاله حصبة، 15 واحد يطعم بقاله فترة طويلة بالذات المدارس، لانه المدارس تطعيم الحصبه بيبقى 9 شهور أو 12 شهر، والجرعه المنشطه 18 شهر. لما بيبقى عنده بقى 7-8 سنين بتبقى المناعه قلت شويه، او يكون ما اتطعمش خالص فتيجي له الحصبه. كل المخالطين له اللي هم 10-15-20 يبقى ده الكلام بقى اللي حصل سواء في الوسطى او في سيوه. تمام، الدكتور محمد عنده تعليق. احنا عايز بس اكد ان حدوث حالات اصابه بالحصبه، احنا قلنا في كل سنه حوالي 20 مليون دي بتحصل في كل العالم. يمكن هناخد بقى مثال. معلش، ما هو اللي خوف الناس ان لما حصل في سيوة في كم؟ انا هرجع تاني سيوة واتكلم على حالات الوفاه. كم الوفيات في سيوة؟ في 5 حالات وفاه. مثلا في الولايات المتحده الامريكيه من 1/1/2014 لغاية 29 نوفمبر 2014، ده تقرير حديث من مركز مكافحة الأمراض في أمريكا الـ CDC، بيقول إن في 610 حالة إصابة
في الولايات المتحدة الأمريكية أصاب الأطفال الحالات هناك في عدد 24 ولاية، ده في أمريكا في 2014، فده في كل العالم، ده شيء يعني قابل إن هو يحدث. برضو دي نسخة برنامج إذا كان حضرتك تحب تعرضها أو أشكرك. لكن يعني خلينا نرجع برضو لسيوة. احنا دلوقتي عايز اتكلم على موضوع التطعيمات وايه المشكله اللي حصلت، لان انت عارف حضرتك احنا كل 7 سنين ممكن بيحصل عندنا تجمع الى من الحالات اللي هي غير ممنعه. يعني ايه الكلام ده؟ احنا الطعم الحصبه ابتدى في مصر في جرعه مفرده عام 1978. الكلام ده معناه ان الاشخاص اللي هم اكتر من 35 سنه ما كانوش واخدين هذا الطعم. جينا في 1999 ادينا جرعة الحصبة في لقاح ثلاثي فيروسي اسمه الام ام ار، بيحتوي على الحصبة والحصبة الالماني، وانه كاف 1999. وده معناه ان في عندنا شريحة في المجتمع اللي هي من 7 الى 15 سنة هي اللي واخده هذا اللقاح. الطعم ده ما بيديش كفاءه او وصول لنسبه نجاح 100% زي ما تفضل الاستاذ دكتور محسن الفي، بيبقى في حدود 70 ل 85% على حد اقصى. دي معناه ان في على الاقل 15% في المجتمع غير ممنعين. جينا في 2008 بقى ادينا الجرعه الثانيه من الام ام ار الحصبه والحصبه الالماني والنكاف، وكده يعتبر اللي هم يعني اقل من 7 سنوات كلهم واخدين هذا اللقاح. اللقاح الجرعه الثانيه بقى لما بياخدها الطفل بيغطي يعني اب تو 95%، لكن بيبقى فيه 5% غير ممنعين. فحضرتك بيحصل تجمع لغير ممنعين، سواء ال 5% او مع ال 15 مع الكبار السن، فبيبدا من هنا يحصل انتشار لهذا الفيروس. هو ده التفسير لهذا لو بقى كل اللي هو كل 7 سنوات. يعني الحصبه الالماني لما ظهرت من 5 سنين كانت اللي قبلها من قبلها ب 7 سنين. بدا الحصبه الالماني والحصبه البلدي، الحصبه اللي هي الميزلز، الحصبه العاديه او الحصبه المعروفه بالحصبه البلدي، دي اشد ومضاعفتها اكتر، وشهرتها ان هي في الناس اللي عندهم ضعف في المناعه او عندهم سوء تغذيه. يعني في افريقيا عامه هو مرض قاتل، ومنظمه الصحه العالميه والسي دي سي لما بتوجه نداءات وكده لافريقيا ليه؟ عشان سوء التغذيه. ليه في سيوة للاسف الشديد الوفيات زي ما حضرتك ذكرت 5 حالات من 170 تعتبر نسبه وفيات عاليه؟ لانه التغذيه اقل من المطلوب، الاهتمام اقل من المطلوب، العدوى لما بتنتقل من واحد لواحد تاني جوه البيت. يعني كان في توأم، بتكلم مع الدكتور محمد قبل التسجيل، الطفله الاولانيه اتوفت فالام جريت بالطفله التانيه، لانه في عاده غريبه جدا في الحصبه ان يقول لك لا خليه في البيت، لا ما يروحش للدكتور، لا ما ياخدش علاج، طب ما نعمل مش عارف البارتي بتاع الحصبه. كل ده كلام الحقيقه انا تصورت ان هو انتهى تماما، انما الدكتور محمد وافسي ولا انه لسه العادات ما زالت، ان هم لازم يبقى في اوضه رطبه باين للاسف، لان بعض التقاليد القديمه اللي موجوده ما يستحماش بالظبط كده، بيحبسوه في اوضه ما يشربش منها، ما يقربوش الميه منه سواء كان مادات او يشرب، بيجيبوا الاطفال يقعدوا جنبه، وبالتالي الاجراء ده حضرتك يعني عرض اطفال اخرين لانتقال العدوى. هذا الطفل ما تلقاش العنايه الطبيه، ما فيش دكتور شافه، ما تعملوش كمادات عشان نبدا نتعامل مع الاعراض بصوره سليمه، فكل ده عمل مضاعفات. بالاخص طبعا يمكن من الناحيه العلميه، والاستاذ دكتور محسن طبعا يتكلم فيه اكتر مني، ان المضاعفات دي بتحصل في الفئه العمريه اللي بيبقى فيها سوء تغذيه. كل دي عوامل بتساعد على حدوث المضاعفات. طب هل الحصبه ممكن تصيب الكبار ايضا؟ طبعا نعم. وهي الحصبه الالماني بقى، نيجي على الحصبه. الحصبه من المضاعفات الرئيسيه بتاعتها الالتهاب الرئوي، واذا قلنا انه الالتهاب الرئوي هو السبب الوفاه الاول بين الاطفال في مصر بعد تراجع النزلات المعويه وعلاج محلول معالجه الجفاف وكده، فالالتهاب الرئوي هو سبب الوفاه الاول في مصر في الاطفال. الاطفال في الاطفال الالتهاب الرئوي، الالتهاب الرئوي، وهي الحالات الخمسه اللي توفت من الالتهاب الرئوي. تمام. الحصبه بتعمل التهاب في المخ والتهاب رئوي، ولكن الالتهاب الرئوي هو الاكثر شيوعا والاكثر خطوره. وإذا ما راحش للدكتور هيتعالج إزاي؟ يعني الحالات ده هي 3 حالات توفوا قبل ما يشوفهم أي دكتور. تمام. والحالة الرابعة توفت قبل ما تدخل المستشفى، والحالة الخامسة توفت في المستشفى لأنها وصلت متأخرة. الحصبة الألماني مختلفة، الحصبة الألماني الشهرة بتاعتها في تشوهات الجنين، فإحنا بنخاف قوي إنه طفل صغير يجيله حصبة ألماني بتعدي سلاماتي زي ما بنقول، حرارة 38، الطفح بيقعد يومين ويختفي،
ولو المدرسه بتاعته حامل ممكن تتعدي لو هي ما جالهاش الحصبه اللي منها قبل كده، والجنين لو اول 3 اشهر بتحصل اصابه بنسبه 100%، 3 اشهر اللي بعد كده تبقى الاصابه 50%، وبعدين لو 3 اشهر اللي بعد كده بتبقى اقل. فشهره الحصبه الالماني في تشوهات الجنين، وفي البنات بقى بتوع ثانوي لان بتوع الاصابه اشد، يعني الحصبه الاصابه اشد في السن الاصغر، حراره اكتر، المضاعفات اكتر، الالتهاب الرئوي اكتر، وفيات اكتر. الحصبه الالماني في اللي اكبر بيجي له بقى وجع في المفاصل وسخونيه شديده، فاخذت الشهره من 4-5 سنين اللي كانت بتيجي للناس اللي في ثانوي اللي هو برضه عدت عليهم 7 سنين عن الجرعه المنشطه، وبال ما اتجمعوا المجموعه ده هي كان ظاهر 14,000 حاله حصبه الماني من 5 سنوات. طيب وزاره الصحه، وانا بكلم حضرتك كمدير عام للامراض المعديه، اتفضل. في دلوقتي حملة على المحافظات الحدودية بعد ما يعني بدأ الحصبة بنسبة كبيرة في مرسى مطروح، هل انتوا بتركزوا دلوقتي على المحافظات الحدودية؟ احنا حاليا لا، مركزين فقط في مطروح لان هي المشكلة اساسا في محافظة مطروح وتحديدا في سيوة، لكن احنا من باب الاحتياط بناخد بقية الادارات اللي موجودة في مطروح، لكن هيتم تقييم الوضع الوبائي في جميع المديريات ويتم متابعته، اذا كان في اي ملاحظة لزيادة هنكون احنا جاهزين طبعا ان يتعمل حملة في بقية المحافظات، لكن ده حاليا تحت الدراسة. طيب خلونا نطلع فاصل، وبعد الفاصل بإذن الله مكملين، وكلامنا مش هيقتصر فقط على مرض الحصبة، أيضا نتكلم عن انفلونزا الطيور. يمكن امبارح احنا قلنا في خبر عاجل انه احدى السيدات في محافظة سوهاج توفيت نتيجة مرض انفلونزا الطيور، ايضا الجديري المائي وغيرها من امراض المعدية. بعد الفاصل بإذن الله. وزارة الصحة عملت مجهود كويس جدا، وطبعا ده لمسناه بالنسبة لانفلونزا الطيور وانفلونزا الخنازير. بالنسبة لإيبولا ما اعتقدش ان هو لسه وصل لمصر يعني، بس برغم كده انا شايف وزارة الصحة عملت مجهود كويس قوي، وان احنا لامسينه ده بدليل ان اطفالنا الحمد لله في امان وكلنا في امان. وزارة الصحة هنا حلوة في مصر، الابواء دي جاية كلها من بلاد، لا هنا، لا هنا زي الفل. اعتقد ان هما بيشتغلوا في حدود الامكانيات المتاحة بالنسبة لهم، انما كقضاء على اوبئة ده ما بيحصلش، لان احنا شفنا قبل كده ان هم قالوا برضو على انفلونزا الخنازير ان احنا محتويين الموقف ومش عارف ايه وبتاع، ورغم من كده لقينا اصابات كتيره حصلت فيها. لازم الصحه زي زمان تنزل على المحلات وعلى البائعين وعلى المحلات اللي هي بتبيع لنا الاكل والشرب وبتوع الفراخ الدواجن والكلام ده كله. اعتقد ان هم بيتحركوا، يعني انا اعتقد ان هم بيتحركوا، و الخطوه الاولى ان الواحد يبتدي يتحرك. يعني هي بتدور مثلا على الفيروسات اللي موجوده، ما دورتش على الوحدات الصحيه اللي موجوده في قرى الصعيد وقرى المناطق الريفيه اللي ما فيهاش اي خدمات خالص. هو انت لما الفيروس يظهر تبدا تعمل احتياطاتك، وزي اللي ظهر في مطروح ومات فيها مش عارف 6 افراد واصابت 139 شخص، وجاي تاخد لي احتياطاتك. طب ما انت بدل ما عملت انت تطعيم هناك، ما تعمل تطعيم على مستوى الجمهوريه في الوحدات. انا بقول ممكن يكون وزير الصحه عامل احتياطات اللازمه بالنسبه له. انا كراجل ساكن في منطقه شعبيه لغايه وقتنا هذا ما فيش حاجه ظهرت عندنا في المنطقه، ده دليل على ايه؟ يدل على ان الراجل ممكن يكون شغال. لكن اما انتشرت انفلونزا الخنازير قبل كده كان في جميع انحاء الجمهوريه، انا كنت في المنطقه الشعبيه اللي انا عايش فيها كان فيه، وكان فوق الاسطح فيه، والبط كان بيموت والفراخ كان بتموت. لكن دلوقتي انا بشهاده ربنا اللي انا شايفه دلوقتي ان مش منتشر بحاجه. برحب بحضراتكم مره ثانيه في الحياه اليوم، ويمكن هذا التقرير اللي عرضنا فيه عينه عشوائيه من اراء المواطنين تجاه اداء وزاره الصحه جاء في عموم يا دكتور محمد ايجابي، يعني ايجابي في يعني عموم ايجابي، انا سعيد بيه. بس دي طبعا عينه عشوائيه، ما اعرفش طبعا لازم نحط خطين ثلاثة تحت عينه عشوائيه، لكن برضه في نفس الوقت في ناس قالت اراء غير ايجابيه تجاه وزاره الصحه، زي مثلا الاخ اللي في الاخر قال انه يعني الوزارة ما بتتحركش الا ما بعد الفسف بتقع في الراس. تعليق كده؟ لا، الوزارة دايما بتاخد خطوات استباقية بحيث ان احنا بنبقى برو اكتف قبل الحدث ما بيحصل، بدليل احنا زي ما قلت لك احنا في متابعة للموقف الوبائي
في رصد بيكون في رصد في رصد يومي للموقف الوبائي للامراض المعديه. احنا عندنا في وزاره الصحه في حاجه اسمها الغرفه الوقائيه، دي بتعمل على مدار ال 24 ساعه، وفي خط ساخن بيعمل 24 ساعه، الاثنين بيتلقوا بلاغات الامراض المعديه من جميع المحافظات، وايضا اي شكاوى خاصه بالمواطنين او بلاغات من المواطنين بيتم التعامل معها طبقا لما يجيء في هذا الامر يعني. تمام. بالاضافه ان بيبقى في بلاغات بتيجي من وحدات الترصد الوبائي للامراض في الممثله في الادارات الصحيه في كل مصر. ده بصفه يوميه. تمام. طب بالنسبه لعلاج الحصبه دكتور محسن بيتم ازاي؟ يعني انا عايز اقول بس حاجه في الاول، ان الام للاسف بتخفي ساعات مرض ابنها عشان بيكون عنده امتحان بعد 3 أو 4 أيام، ولما تروح تقول ده كانت سخونيه وخلاص، بالتالي ما بيتعزلش وهو بيمتحن لوحده، وبالتالي بيعدي الباقي. يعني مهم جدا ان يتعرف ان في حاله حصبه في المدرسه، عشان لما تظهر اي حاله في خلال 10 ل 14 يوم يبقى انا متوقع ان في احتمال ان يكون حصبه. هتبتدي الحراره والكحه والعينين والعطس والحاجات دي، وانها بتشبه الانفلونزا شويه، لغايه لما يظهر الطفح داخل الفم في اليوم الثاني وعلى الجسم في اليوم الرابع، يقعد 3 أيام. العلاج الاساسي هو شرب السوائل وخفض الحراره وقطره للعين، دواء للكحه، ما بديش مضاد حيوي غير لو لقيت انه الصدر بقى فيه احتمال نزله شعبيه او التهاب رئوي. العلاج داخل البيت مع التهويه الجيده واخواته ما يدخلوش عليه. هي بتبقى المشكله كمان اليوم اللي قبل ظهور المرض بيبقى معدي، سواء حصبه الماني، غده نكفيه، جديري، اليوم اللي قبل العين، فممكن تتعدي حالات، ولكن مع ظهور الاعراض تكون العدوى اضعاف اضعاف. يعني مع السخونه الشديده والكحه والعطس يكون العدوى 10 اضعاف اليوم اللي قبل المرض. يعني ممكن واحد يقعد مع زميله في الفصل ولسه ما فيش اي مرض، وبعدين يعرف تاني يوم انه عنده حصبه، لازم لو سخن بعد 10 14 يوم يتوقع انه يكون عنده حصبه ويقعد في البيت بعد 10 15 يوم، من 10 ل 15 يوم فتره الحضانه. والمفروض ان المريض ما يرجعش المدرسه تاني غير على الاقل من اليوم العاشر بعد الاصابه، يعني يكون ظهر الطفح على 4 أيام واختفى على 4 أيام ويوم او يومين نقاه ويرجع. لو خد الفتره دهيت نقضي على الحصبه تماما في خلال شهر مع الحملات التطعيمات الجيدة اللي بتتعمل والترصد والحاجات دي. طب الحملات حملات التطعيم، هل ميزانية الوزارة بتسمح بأن تشمل هذه الحملات كل أنحاء الجمهورية؟ طيب احنا وزارة الصحة في ليها ميزانية خاصة بالطعوم والأمصال بتقدر بحوالي 450 مليون جنيه سنويا. 450 مليون جنيه سنويا. بيتم من خلالها توفير كافه انواع الطعوم والامصال، ودي بتشمل تطعيمات روتينيه، دي 10 انواع بيتم اعطائها في اول عام ونصف من الحياه. بتشمل الدرن وشل الاطفال، الدفتيريا، التيتانوس، السعال الديكي، الالتهاب الكبدي الفيروسي، الانفلونزا البكتيريه، الحصبه والحصبه الالماني والنكاف. دولت 10 انواع من التطعيمات الروتينيه. في انواع اخرى خاصه بتطعيمات المدارس، السحائي الثنائي والدفتيريا والتيتانوس لتطعيمات مدارس. في تطعيمات مسافرين زي السحائي الرباعي للناس اللي مسافره الحج او دول موبوءه بالالتهاب السحائي. تطعيمات خاصه، امصال خاصه، امصال علاجيه زي لقاح الكلب، لقاح عفوا مصل الكلب، مصل العقرب، مصل التعبان، التيتانوس. فكل دي مجموعه من الطعوم الامصال بتوفرها الوزاره بميزانيه في حدود 450 مليون. العدد المستهدف، عدد السكان المستهدف من هذه التطعيمات، ما ده حضرتك على حسب الفئه. يعني احنا عندنا المواليد سنويا في حدود 2,600,000 تقريبا، فده بيتجاب طبعا احتياجات الطعوم الروتينيه ليهم، وطبعا بكميه اكبر من ده. بقيه الفئات سواء المسافرين او تطعيمات المدارس او الحاجات الطارئه والعلاجيه، ده بيبقى ليها متوسط يعني بيبقى فيها رينج متغير من عام الى اخر يعني، لكن بنوفرها طبعا بالكميه المناسبه. طيب خلونا، اسمحوا لي بس نشرك الساده للمشاهدين معانا على الارقام اللي ظهر على الشاشه، ناس بدات تتصل. الاستاذ ابراهيم من سوهاج. استاذ ابراهيم مساء الخير. استاذ ابراهيم. الو. استاذ ابراهيم مساء الخير، اتفضل. تنور يا فندم. اتفضل سؤالك. حضرتك جاء تحصين في مستشفى ديار نجم شرقية، جاء تحصين للتمريض بس، والباقي مش جايين للعاملين في الصحة في المستشفى، مش جايين لهم تحصين خالص، اشمعنى يعني؟ هو حضرتك بتتكلم من سوهاج ولا من الشرقية؟
انا من الشرقيه حضرتك. من الشرقيه. طيب تحسين الانفلونزا الطيور جاي للتمريض وجاي لناس معينه. اللي عاملين في البطنه والاطفال مش جاي يعني اللي عاملين في المستشفى كاملا يعني، اشمعنى مش عارف، انا مش عارف الكلام ده. طيب استاذ دكتور محمد رد على الاستاذ محمد. طيب انا عايز بس ارد على حضرته، هو احنا التطعيم اللي بيتم اعطائه للمستشفيات هو تطعيم انفلونزا موسميه وليس انفلونزا طيور. ما فيش في مصر تطعيم انفلونزا طيور للبني ادمين، في للطيور ده من خلال هيئه الخدمات البيطريه، لكن ده تطعيم انفلونزا الموسميه. وهنا احنا بنرجع للتوصيات منظمه الصحه العالميه ان بيتم اعطائه للفريق الصحي المستهدف اللي هو معرض اكثر خطوره لحدوث الاصابات بالانفلونزا، زي الفريق الصحي، الاطباء والتمريض اللي بيشتغلوا في العنايات المركزه، مستشفيات الحميات، مستشفيات الصدر، العيادات الخارجيه اللي بيتعاملوا مع الحالات ومعرضين للحدوث الاصابه. هم دول الفئه الاولى اللي لازم اول فئه بيتم البدء بيها في التطعيم. طب دكتور محسن، ازاي افرق ان يعني ابني او بنتي عندها حصبه مش انفلونزا طيور، مش انفلونزا موسميه، مش حاجه تانية؟ لان الاعراض اللي حضرتك يعني قلتها بتتشابه. تمام. انفلونزا الطيور لازم يبقى في علاقه بالطيور، ما فيش علاقه بالطيور ما فيش انفلونزا طيور. الانفلونزا الموسميه بنحاول نعود بالذاكره في الايام السابقه، لان فتره الحضانه مش طويله، تعرضنا لاي حد عنده انفلونزا ولا لا، دي نقطه مهمه. النقطه الثانيه ان ما فيش طفح نهائيا في الانفلونزا. في الحصبة الطفح داخل الفم، بس ده بيكون في اليوم الرابع متهيألي، داخل الفم اليوم الثاني، وبالتالي لما الاطباء بيحصل وعي من خلال البرامج، من خلال برامج وزاره الصحه واللي احنا بنديه في الجامعات، لما يبقى في هذا الوعي الاطباء بياخد باله ان السخونيه بقى بيفتح البق ويبص على الكوبلكس سبوتس اللي هي تشخص الحصبه بنسبه 100% داخل الفم من اليوم الثاني، يبقى مش لازم استنى لليوم الرابع علشان اقدر اشخص الحصبه. طيب معايا الدكتور عبد الله من القاهره. مساء الخير يا دكتور عبد الله. يا نور يا فندم. حضرتك دكتور طبيب ولا دكتوراه في؟ طبيب يا فندم في مستشفى حمايه امبارح. طيب سؤالك بقى يا دكتور. هو سؤالي دلوقتي في ثلاث حاجات. رقم واحد، احنا في مستشفى حمايه امبارح هل احنا مسؤولين عن استقبال حالات انفلونزا الطيور او لا؟ ولو حدثت تمام اوكي، احنا ان شاء الله هنستنى اي حد من الاطباء يموت زي السنه اللي فاتت او اللي قبلها نتيجه ان مفيش اي حد من الاطباء اخذ تطعيم حاجه زي كده. رقم ثلاثه، بالنسبه للانفكشن كنترول اللي موجود في المستشفى بتاعت حميات امبابه، انا شايف بامانه ربنا ان الناس بتعدي علينا زي الفل، مفيش اي مشاكل، وبتحدد حاجات غريبه جدا وبيعلقوا حاجات غريبه جدا، وسايبين امور اهم بكتير من انها تكون موجوده حاجه زي كده. سؤال طبعا وجيه ويعني وجهه نظر تستحق الاهتمام الشديد دكتور محمد. تمام. انا بشكر الدكتور عبد الله على اتصاله. اول سؤال واتكلم فيه على انفلونزا، اخذ تطعيم الانفلونزا للفريق الصحي، عشان هم من ضمن المستشفيات اللي بيتعاملوا مع حالات انفلونزا طيور، يعني مستشفيات الحميات والصدر بيتم حجز وعزل فيها حالات انفلونزا طيور. فانا بشكره عشان بس نوضح المعلومه للساده المواطنين، انفلونزا الطيور بتنتقل من الطيور الى الانسان. حتى هذه اللحظة وأنا مسؤول عن هذا الكلام، وحضرتك تقدر تدخل على موقع، مفيش عدوى من إنسان، مفيش عدوى من إنسان إلى إنسان خالص. يا دكتور عبد الله، حضرتك لما بتلبس ماسك بيقي الفم والأنف في مستشفى الحميات، الهدف منه حاجتين، طبعا حضرتك بتحمي نفسك كمقدم خدمة، لكن في الأساس بتحمي المريض. هذا المريض ضعيف المناعة، حضرتك أنت بتحمي المريض من الفريق الصحي، فهنا مفيش مشكله لده. رقم اثنين، التطعيم ضد الانفلونزا الموسميه بيتم اعطائه كل عام لجميع المستشفيات وبالاخص الحميات والصدر، وبنبدا بيهم. فهذا اللقاح، هو يمكن الدكتور عبد الله اشار الى حاله وفاه حصلت في المستشفى من الفريق، هو بيتكلم عن حاجه سابقه ان بيبقى في اصابات ممكن انفلونزا موسميه، وانفلونزا الموسميه انت عارف حاجه بتصيب المواطنين سواء كانوا فريق صحي او غير فريق صحي، وبيحصل منها مضاعفات وفاه سواء من فريق صحي او غير او مواطنين عاديين. بس يعني درجة الريسك أو الخطورة في دي بيدخل فيها عوامل كتيرة. إذا كان اللي حصل عنده إصابة بالإنفلونزا الموسمية هو من الفئات عالية الخطورة ولا لأ؟ في مجموعة من المواطنين بيبقى عندهم خطورة أعلى اللي هم. طيب. إنما الحقيقة برضه أنا عايز أكمل على النقطة دي، إن الحميات سواء حميات العباسية أو حميات إمبابة بيشيلوا عبء رهيب لما حصل إنفلونزا الطيور من 3 4 سنين، وكان في كثير من المداخلات
وبيشتكوا من الخدمه هناك، وما كانوا بيشوفوا في اليوم مش اقل من 3-4000 حاله. فيعني شالوا حمل جبال. في حاجه هو والدكتور عبد الله له حق علينا، الدكتور محمد وضحه هو ان هو ما فيش خطوره. هو الحاجه الثانيه بس هو بيتكلم على ان ممكن يبقى في مرورات من الوزاره بتشدد على بعض الطلبات الخاصه باجراءات مكافحه العدوى. انا عايز اقول ان مستشفى الحميات دي زي ما تفضل الدكتور محسن بتتعامل مع الامراض المعديه، بيشوف مختلف الامراض المعديه سواء التهاب سحائي سواء حصبه سواء انفلونزا. طيب. فدي اكتر مكان لابد من الالتزام فيه باجراءات مكافحه العدوى. طيب انا عندي من ضمن الاتصالات اتصال من مرسى مطروح مع الاستاذ سليمان. استاذ سليمان مساء الخير. مساء الخير يا باشا. انا بحضرتك، ايه الوضع عندكم في مرسى مطروح دلوقتي؟ والله الحمد لله دلوقتي تمام، وعاوزين نشكره برضه وزاره الصحه اللي عملت. طب كويس، احنا فهمنا ان الامور تمام، وعاوز اشكر وزاره الصحه. قول له العفو بقى يا دكتور. احنا اللي بنشكركم على تعاونكم، والحقيقه كان في تعاون كبير من اهل مطروح واهل سيوه تحديدا. ويعني عايز يعني اخص بالشكر الحقيقه الشيوخ القبائل اللي هناك والعمد، لان كان ليهم دور مؤثر جدا في رفع الوعي. احنا كان كل يوم تقريبا بنقعد في صلاه العشاء مع الساده المواطنين، بيتم توعيتهم، بيتم الجلوس مع المواطنين مع السادة العمد وشيوخ القبائل، بيبقى ليهم دور مؤثر جدا في رفع الوعي عند المواطنين. دكتور أيمن من كفر الشيخ مساء الخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. أهلا وسهلا. معاك دكتور أيمن الشراوي، أنا طبيب بيطري على فكرة من كفر الشيخ يا فندم. تمام فضل. أنا حابب بس اللي أنا أعمل المداخلة دي مع حضراتكم عشان أعمل أهمية دور الطبيب البيطري في الوقاية من الأمراض اللي ممكن تتنقل من كل الحيوانات إلى البني آدم، واهميه الطبيب البيطري كمان في قد ايه هو راس حط المناعه رقم واحد قدام البني ادمين كلهم او قدام البشريين عامه لانتقال الامراض من الحيوانات لايه؟ للبني ادم. عشان كده يا فندم انا لازلت لحد الان يعني مستغرب عدم برضو وجود طبيب بيطري في المناقشه بتاعت حضرتك النهارده. يعني لا احنا المساله كنا مركزين شويه على مرض الحصبه، مش بس مرض انفلونزا الطيور، باعتبار ان الحالات اللي حصلت في الفتره الاخيره في واحد سيوة تطلبت مننا ان احنا نركز شويه على الحصبه. بس احنا يعني دور الاطباء البيطريين دور كبير جدا ودور مهم جدا في المجتمع. دكتور ايمن انا حابب يا فندم من حضرتك لو تسمح من خلال المنبر بتاع سيادتك اللي احنا نوجه رساله حتى للمسؤولين على اساس ان هم حاطين في الطب البيطري ده 4 او مسار رقم 5 بالنسبه للاطباء. وهنا في وقت الازمات دايما بيطلع دور الطبيب البيطري قد ايه هو رقم واحد، هو اللي بيروح يكشف على اللحوم بتاعت البني ادمين، هو كمان اللي يروح يعمل الامراض، هو اللي بيعمل اللجان، وهو اللي بيمنع مع حضراتكم الامراض اللي ممكن تتنقل من الطيور او من حيوانات البني ادمين، ورغم كده لسه مصرين ان هم يخلوه تبع وزاره الزراعه ومش تبع وزاره الصحه. ده سؤال ثروة. أنا بوجه لحضرتك المشكلة في الوقت ده في الثروة الدجينة والثروة يعني والمواشي والحاجات دي، ده دور عظيم جدا. وزارة الزراعة لا تقل أهمية، ده هي دي اللي بتأكلنا وزي ما بيقول بتشربنا، فيعني يعني ده شرف كبير. أنا يا ريت أنتمي لوزارة الزراعة. دكتور محمد عندك تعليق؟ انا عايز بس اعلق ان فعلا في حاجه اسمها الامراض المشتركه. الامراض المشتركه دي اللي هي الامراض اللي بتنتقل من الحيوان الى الانسان، زي انفلونزا الطيور، زي في حاجه اسمها البروسيلا، حمى الوادي المتصدع ده الحمد لله مش موجود عندنا، السعار اللي بينتقل نتيجه العقر الحيوانات الى الانسان، في العديد من الامراض المشتركه. فهو طبعا وزارة الزراعة ممثلة في هيئة الخدمات البيطرية على المستوى المركزي والمستوى الطرفي، ليهم دور فعال جدا في اتخاذ الإجراءات على مستوى الحيوانات اللي تكون مصدر هذه العدوى. فطبعا دورهم فعال جدا، محدش يقدر يتكلم في ده خالص. تمام. الأستاذ صلاح معايا من القاهرة. أستاذ صلاح مساء الخير، اتفضل يا فندم. حضرتك انا عندي طفل اسمه احمد مصاب بالجدير المائي من امبارح تقريبا، وتم اكتشاف العدوى مبكرا جدا، وديته الدكتور فاداني دواء مضاد حيوي وبتاع وكلام من ده. مده عزله قد ايه؟ عشان هو مضاد حيوي ولا مضاد فيروسي؟ يعني اداك زوفيراكس ولا اداك مضاد حيوي؟ لا هو اداك الدواء في ايدي اهو، هقول لحضرتك. العلبه لونها ازرق؟ ايوه يا فندم، اداني زيفراكس. الله يفتح عليك. واداني ده قليل من الفيروسات اللي لها علاج مباشر، اللي هو السايكلوفير اللي هو الزوفيراكس،
فده علاج صحيح، مدة العلاج من 5 لـ7 أيام، بيحمي ابنك تماما ضد اي مضاعفات. المهم انه ما يستحماش بقى، مش زي الحصبه، الحراره ما بتبقاش عاليه قوي، بياخد مضاد للحساسيه، مضاد للهستامين عشان الحكه ما تبقاش مؤذيه، يحاول ان هو ما يحكش او يعور البثور اللي موجوده او الحبوب اللي طالعه، وبيغيب عن المدرسه 10 ايام عشان ما يعديش بقيه زمايله. طيب الاستاذ فرج من الجيزه. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. والله لو سمحت انا عاوز الاساتذه يوصلوا صوتي لوزير الصحه عشان موضوع مرضى الكبد. طيب للاسف قطع الخط، كان الاستاذ فرج عاوز يوصل صوت لوزير الصحه فيما يتعلق بمرضى الكبد. انا احب اوصل يعني صوت المواطن الاخر نقلا عنه، ان هو لا يكون مصدر للعدوى. يعني عندما يذهب الى الحلاق، عندما يبقى فيه اي افرازات موجوده، ان هي لا تنتقل للاخرين. لازم طالما هو عارف ان هو مريض فيروس سي وعدده مش قليل، يعني طبعا في مبالغه في الارقام اللي بتتقال، وفي انخفاض شديد في الحالات في السن الفئه العمريه الاقل. احنا بنعمل حملات للتبرع بالدم باني مسؤول عن مرضى الدم يعني في جامعة عين شمس، فبنعمل وبنجمع حوالي مثلا بين 20 و30 ألف وحدة سنوية. مصر بتجمع حوالي 800-900 ألف وحدة. الفئة العمرية اللي في الجامعة بقى دلوقتي اللي بيتبرعوا، المصدر الأساسي الشباب الواعي الجميل ده، النسبة بقت 2-3%. احنا كنا بنقول كان 20-30%، فالجيل اللي طالع قالل، ودي عدوى عن طريق الأمهات اللي عندهم الفيروس، قد ينتقل أثناء الولادة. المهم إنه يكون مريض فيروس سي زي ما هو بيطالب الدولة، إنه يكون مش مصدر للعدوى. ناخد مدام ساميه من القاهره. مساء الخير يا مدام ساميه. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. يا فندم انا ابني في مدرسه تجريبي وعنده دلوقتي حصبه من اول امبارح. مدرسه في القاهره ولا فين يا فندم؟ لا في القاهره يا فندم. في القاهره تمام. حصبه سخونيه وعطس وكحه وعينيه. ايوه محمد. كل الاعراض اللي حضرتك انا كشفت عليها على فكره وقال لي حصبه. عمره كام سنه؟ 11 سنه. 11 سنة. طيب حضرتك راح التأمين الصحي يا عزيزي. هل توجه تي بي حضرتك للتأمين الصحي عشان يوقعوا كشف عليه؟ لا أنا وديته للدكتور عندي. طيب يعني احنا يعني أتمنى من حضرتك بس حضرتك تروحي للتأمين الصحي عشان تعرف حضرتك كل طلبة المدارس مغطيين بالتأمين الصحي، فيتم إعطائه العلاج اللازم، وفي نفس الوقت هياخد هيتم إعطائه أجازة وراحة في المنزل، لأن الراحة دي شيء مهم جدا لمريض الحصبة عشان ما يكونش فيه عدوى لأي شخص آخر. والنقطة الثانية برضه حضرتك لما تروحي للطبيب أو تروحي التأمين الصحي ما تدخليش بابنك وسط الأطفال اللي منتظرين، لأنهم هيتعدوا. بنتظر بره وبتدخلي حضرتك بتقولي أنا عندي حالة حصبة، بيدخلوكي على طول عشان ما يبقاش مصدر عدوى، لأن هي العدوى بتيجي من التجمعات. مدام سامية حضرتك بلغت المدرسة؟ يا فندم ايوه المدرسه عارفه، انا بتكلم عشان الاطفال اللي ناكل الطعام اللي هي موجوده دلوقتي في القاهره. تمام اوكي. لكن ابني واخد اجازه 10 ايام اوكي وانا قاعداه. ممتاز. تمام 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 شكرا. واقول لك انا ببلغ دلوقتي عشان المدارس معانا ان في حاله هتبقى في حالات في القاهره. مظبوط. ان الاطفال يطعموا. هيتم كتر خيرك طبعا. المدرسه في اكيد. طب لو سمحت بس يعني سيب لنا اسم المدرسه في الكنترول مع الزملاء المعدين، واحنا برضه من جانبنا هنحاول ان احنا نديها للاستاذ محمد للدكتور محمد بعد الحلقه ان شاء الله. اوكي. الاستاذ ياسر من المنوفيه. استاذ ياسر مساء الخير. وعليكم السلام. انا بس عايز اكلم الدكتور اشرح له بس ان موضوع السخونيه دوت بينتقل من الاولاد. ابنه الصغير 4 سنين اخذ الدور، قعد معاه حوالي السخونيه 5 ايام، وجربت معاه اكثر من مضاد حيوي، وبرضه لحد دلوقتي السخونيه بتروح وتيجي. ولسه ما خفش وانتقل الدور لبنتي عندها 9 سنين سنه ثالثه ابتدائي، ونفس النظام برضو اخذ الدور السخونيه، ولحد دلوقتي السخونيه بتروح وتيجي. وابن الكبير عنده 12 سنه في ثالثه ابتدائي برضو اخذ نفس الدور. نفس الدور اللي هو ايه؟ هو ايه؟ من اللي هو في طفح بيظهر في كحه في عطس، الدور عباره عن ايه؟ ايه بقيه الاعراض؟ ايه التشخيص بتاعه؟ هو انا حضرتك منطقه الوجه عنده سخنه جدا ودرجه حرارته مرتفعه جدا ولون البشره اتغير وفي سمار تحت العين. مفيش طفح جلدي ولا حاجه؟ لا لا مفيش. يبقى مش حاله حصبه. مش حاله حصبه، هي السخونه في الوقت ده في كثير من الامراض الفيروسيه.
بنعتمد على بقيه الاعراض اللي موجوده. هل الاول واحد عي خف دلوقتي وانتقلت العدوى للاخ والاخت، انما الاولاني تم شفائه مش كده؟ يعني الامراض الفيروسيه بتبقى شديده العدوى بالذات لو معاها عطس او كحه. لو ما فيش عطس او كحه بتبقى العدوى اقل. غسيل الايدين والتهويه والماسك اللي بيتلبس وارجع المدرسه بعد فتره العدوى، هي دي الحاجات الاساسيه وهما دورهم بقى في التطعيمات. وفي الحاله دي بنطلب من الاستاذ ياسر بس ان هو يتوجه لاقرب مستشفى حميات عشان يقدروا يشخصوا الحاله ويقيموها، واذا كان في عينات يتم اخذها منه. تمام. مدام منى من الاسكندريه، مساء الخير يا مدام منى. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام، اتفضلي يا فندم. إيه لو سمحت، انا عندي بنتي عندها 20 سنه وطلع عليها برضو حمار كده زي ما يكون يعني حرق على جسمها، ووديتها للدكتور قال في حمى كرموزيه. طيب الحراره استمرت كام يوم؟ يومين. طيب الطفح بقى على الجلد كله وحوالين الفم؟ على رجليها، على رجليها وايديها وبس، من اول رقبتها لصدرها كله عامل زي ما يكون مكبوب عليها زيت محروق كده، يعني حمار جامد جدا. الحمى القرمزية دي لها مواصفات محددة، فترة الحضانة من 2 ل 5 ايام، سخونية بتبقى يوم. مش حضانة. لا لا، فترة الحضانة يعني بتكون قعدت مع حد عنده حمى قرمزية وبعد. حضانة كانت شغالة في حضانة. تمام. نعديها نعديها. بيظهر الطفح في اليوم الثاني وبيستمر الطفح بين 3 و4 ايام، بيبقى حوالين الفم لازم ابيض. لازم يبقى فيه ابيض، اللسان بيبقى قرمزي. بيبقى لونه محمر قوي ومحبب، وبعدين الطفح بيبقى على الجلد، ولازم يحصل تقشير. الجلد يقشر على اليوم السابع للعاشر، اذا ما قشرش الجلد في الايدين والرجلين يبقى مش حمى قرمزية. تمام. مدام عايده من القاهره، مساء الخير. لو سمحت انا كنت عايزه ابعت صوتي، هتوصله صوتي لوزير الصحه عن مستشفى حلوان، المستشفى التامين الصحي بحلوان، لان انا بنتي بتغسل فيها والمستشفى دي غير ادميه خالص، وقع ما فيهاش حمامات، وبتقع على الطلبه اللي بيروحوا هناك. يعني انا وقعت المشايه وقعت قدام بنتي في مستشفى التامين الصحي اللي في حلوان تبع جامعه حلوان. فانا بطلب من حضرتك توصلوا صوتنا ليهم، لان المستشفى دي كذا شكوى راحت بسببها، لان ما فيهاش دكاتره، ما فيهاش حاجه خالص. حضرتك بتروحي تعملي غسيل كلوي، حضرتك بتروحي تعملي غسيل كلوي لبنتك؟ طيب. أيوة. بالجلسات بتروحي حضرتك مرتين ولا ثلاثة في الأسبوع؟ ثلاث مرات في الأسبوع. في أي مرة راحوا ومشوكي؟ المرة اللي فاتت ما كانش فيه فلاتر، والدكاترة كتبوا نفسهم جابوا لهم فلاتر، ومرة قبل كده ما كانش فيه ليلات. بياخدوا من حضرتك جمع. أي بياخدوا من حضرتك أي مقابل مادي؟ لا لا، ده تأمين صحي. تمام. لا ده تأمين صحي بس. أنا عارف. لا أنا يعني هي يعني طبعا الابتسامة في وجه المريض وأسرته صدقة يعني، وواجب على الطبيب ولا جدال في ذلك. وكل لما بنكلم ولادنا وإخواتنا الصغيرين بنقول لهم المعاملة الجيدة والابتسامة والعلم. يعني العلم والابتسامة دي لازم، ما فيهاش كلام. إنما في هناك بعض الإمكانيات خارج نطاق الدولة، التكلفة الصحية لسه بقول لحضرتك، ميزانية وزارة الصحة الأمريكية 30 ألف بليون، يعني رقم خرافي. فعلشان الناس تاخد تطعيماتها وتاخد الخدمه الطبيه. طيب معلش يا دكتور، بس انا عندي وقتي خلاص. الاستاذه اشجان من القاهره، دام اشجان اتفضلي. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. لو سمحت بس، احنا كان عندنا مشكله في مدرسه في مدينه السلام. طبعا منطقه السلام التعليميه، احنا دلوقتي عندنا بيظهر يوميا من حاله او اتنين، يعني حاله او اتنين الجدري المائي. تمام. في ده غير ان في اشتباه ان في حاله عندها فيروس اي، والمدرسه بتنكر تماما، لكن احنا كاولياء امور احنا عارفين يعني. طيب. عرفنا من بعض. سيب لنا اسم المدرسه مع الزملاء برضه، هنديها للدكتور محمد. أوكي. لكن هو في حل ان احنا ممكن يعني وزاره الصحه تاخد اجراء مع المدرسه، لان هي امتنعت عن تطعيم الاطفال. التطعيم اكيد لو كانت الحاله دي. لا لا، تطعيم الاطفال ضد ايه حضرتك؟ والله احنا اللي عرفناه ان المدرسه استلمت تطعيم ثنائي. طيب. تقريبا صحيحي،
ولان كل المدارس الحيوانيه اتطعمت، لكن المدرسه دي الوحيده اللي مش راضيه. تمام، سيب لنا اسم المدرسه مدام اشجان. انا بشكرك شكرا جزيلا وبشكر ضيوفي، للاسف وقت الفقره اللي انتهى، لكن اعتقد ان احنا قدرنا ان احنا نلم الموضوع، موضوع الحصبه، موضوع الامراض الاخرى المعديه، جهود الدوله في مواجهه هذه الامراض، وايضا قدرنا ان احنا نوصل اكثر من نداء من الساده المواطنين للمسؤولين. بشكركم شكرا جزيلا وبشكر ضيفي الكريمين الدكتور محمد جنيدي مدير عام الامراض المعديه بالوزاره، والدكتور محسن الالفي رئيس قسم الاطفال بكليه طب عين شمس وعضو اللجنه العليا للتطعيمات. شكرا جزيلا ونشوفكم بكرة، بكرة السبت ميعادنا المعتاد الساعة 7 مع لبنى. تصبحوا على خير. Thank you.